اهلا بكم اعزائي المشاهدين في لقاء جديد الحقيقة احنا بنتابع باسى والم الاحداث الارهابيه اللي ضربت اماكن كثيره في مصر خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا سواء مع الشرطه او السواح الاجانب او حارس كنيسه اسكندريه وبنصلي ان ربنا يحمي مصر من الاعمال الارهابيه خلال الايام الجايه خصوصا مع تواجد مئات من الارهابيين اللي هم ناويين ينفذوا عمليات لكن واثقين ان ربنا يعطي للحكومه وللمسؤولين حكمه عشان يسيطروا على الوضع الامني. ورغم انتهاء داعش من الموصل وقرب انتهاءها من الرقه في سوريا لكن ما زلنا مقتنعين ان الارهاب لن ينتهي من العالم ان دي عقيده وده تعليم ودي ايات قرانيه الناس بيستخدموها وفاكرين ده كلام ربنا وهم عايزين يطيعوا ربنا. فبيموتوا الناس الاخرين طب ايه الحل ايه الحل مع مشاكل الارهاب انا ما رايي ان لو الناس دولت عرفوا الانجيل او قروا الانجيل حاجات كتير هتتغير في المجتمع العربي الاسلامي لكن بكل اسف بنلاحظ ان مازال زال شيوخ الاسلام والاعلام الاسلامي بيصب غضبه على الانجيل في محاولات مستميته عشان يبعد الناس عن قراءة ومعرفة ما أعلنه الله الإنسان، إنجيل بيعبر عن محبة الله الإنسان وبيعلم الآخر إن هو يقبل المختلف عنه. ودي أهم حاجة، المسيحي لا بيقتل ولا هيقتل وتلاقيه بيعيش في سلام في رغبة حقيقية لبناء المجتمعات اللي هو بيعيش فيها. لكن المسلم اللي بيدرس واللي بيقرأ واللي بيحفظ الآيات القرآنية بيتحول في شهور قليلة إلى شخص إرهابي كاره للآخر وراغب في القتل وسفك الدماء هو ده الحل لكن بكل أسف كل شوية نسمع بيان إعلامي يقول لك إن عسر على الإنجيل الصحيح في تركيا طب إيه الكلام ده؟ ما الكلام ده اتكرر مرات وقلتوه عشرات المرات على القنوات الإسلامية بغرض التشويه وبغرض إبعاد المسلم عن معرفه حق الإنجيل. النهارده هنظهر هذه الأكاذيب المستمره ونقول إن الإعلام الإسلامي مش بيقول الحقيقه وإحنا في عصر رائع لتبادل المعلومات والفضائيات. كل حاجه هنرد عليها بصراحه وبوضوح. النهارده أنا سعيد يكون معايا في هذا اللقاء الفاضل الدكتور حليم حسب الله خادم الإنجيل. سعيد ان انت تكون معانا في هذا اللقاء شكرا رب يبارككم يستخدمكم خليني في البدايه عشان يبقى كلامنا واضح وموثق لما بنتكلم عن الانجيل انا عايز حضرتك تقدم للمشاهد مسيحي او مسلم تعريف صحيح لكلمه الانجيل عشان نبني عليها ونوضح ايه اللي نقصده عندما نتكلم عن الانجيل اتفضل يؤسفني كتير ان كثيرين كل تفكيرهم عن الإنجيل ما هو مكتوب في الورق أو الكتاب الذي بين أيدينا واللي بيحاولوا على قدر المستطاع التشكيك فيما هو مكتوب فيه لكن الحقيقة أنا عاوز أوضح لأحبائنا المشاهدين كلمة الإنجيل جت فين وأول بدايتها إيه ومعناها إيه فأول من تكلم بكلمة الإنجيل هو رب المجد يسوع نفسه نعم لما نقرا في انجيل مرقس الاصحاح الاول وعدد 15 يقول كان يكرز بالإنجيل. بملكوت الله يقول للناس توبوا وامنوا بالانجيل, ما كانش الانجيل اتكتب وقتها كورق بين ايدينا او كلام مكتوب في ورق بين ايدينا نا. لكن قصد الرب ان يقدم للعالم المعنى والمضمون الجميل لكلمه الانجيل بعدما مات على الصليب وقام في اليوم ثالث اوصى التلاميذ وصيه رائعه قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها ونفهم من كده برضه في الوقت ده ما كانش الانجيل كانجيل اتكتب اللي هو العهد الجديد اقصد بصفه خاصه لان العهد القديم كان مكتوب ما كانش كتب العهد الجديد اذا كلمه الانجيل لها معناها الظريف والجميل فالكلمه نفسها تعني من جت من اصل يوناني وهي تعني اخبار ساره، اخبار مفرحه. <applause> ايه الاخبار الساره والاخبار المفرحه؟ اللي جايانا من السماء الى الارض لان الانجيل اساسا بيحدثنا عن محبه الله للبشر. <applause> فهي دي الاخبار اللي جايه من السماء للارض. كل الناس تعرف عن الله. في نواميس، في انبياء، في كتب مكتوبه اللي هي العهد القديم. لكن كلها بتظهر طبيعه الله القدوسه وبغضته للخطيه وبالتالي في عقاب للخطيه بيطالب الانسان بتنفيذ الوصايا وبيطالب الانسان ايضا بتقديم ذبائح للتكفير عن نفسه الانجيل بيقول لي الخبر السار المفرح ما انت قد فشلت فيه يا انسان الله دبره ورتبه من خلال محبته للبشريه يعني ملخص كلام حضرتك ان مش كتاب ومش ورق ومش كلام لكن الانجيل هو شخص المسيح نفسه خبر اللي نزل اللي جاي من السماء, من السماء من يعبر المسيح. عن محبه الله لكل البشر وفداء الله لكل البشر نعم. وطريق لغفران الخطايا وده ده احسن خبر للانسان ازاي يعتق من الخطايا فهو مش فكره كتاب على قد ما هو خبر جاي من السماء للارض تمام ولذلك الرسول بولس لما كتب للمؤمنين في مدينه كورنثوس علشان يعرفهم ما هو الانجيل لان في فرق كبير ما بين تعريف كلمه الانجيل والكلمه الثانيه ما هو الانجيل ما معنى كلمه انجيل اخبار ساره مفرحه جت لنا من السماء للارض لكن ما هو الانجيل الانجيل وارد معناه في كورنثوس الاولى اصحاح 15 لو نقدر نشوفها كورنثوس الاولى 15 3 على الشاشه متلخص لكلام الانجيل يبقى كويس اتفضل يعني بيقول كده في الأعداد الأولى من الأصحاح، الرسول بولس يقول لهم: وعَرِّفُكم أيها الإخوة بالإنجيل. لما يقولوا: أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل، يبقى إذا هؤلاء الإخوة محتاجين إلى زيادة المعرفة، لأن الإنجيل وصل إليهم، بس عاوزين يعرفوا أكتر ويتعمقوا فيه. وعَرِّفُكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به، إذا كلمة إنجيل يعنى بها بشارة سارة وصلت لنفوس محطمة وضائعة نفوس مصيرها العذاب الأبدي نفوس استعبدها إبليس ودمر حياتها نفوس بتكره بعضها البعض نفوس بتحاول تقتل الآخر تحت مسميات <applause> الإنجيل بقى الخبر السار غير هؤلاء القوم تغيير رائع عظيم عشان كده يقول لهم أنتوا قبلتموه الإنجيل اللي بشرتكم بقبلتموه تقومون فيه به ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به الا اذا كنتم امنتم عبثا ويجي في عدد ثلاثه ويقول فاني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ادي الانجيل ان المسيح مات لاجل من اجل خطايانا ولاحظ الكلمه اللي بعدها حسب, حسب الكتب. الكتب حسب كل كتب الكتب العهد القديم والنبوات اللي في العهد القديم فده غير المسيح تحقيقا لكل ما قاله الانبياء عبر التاريخ هو والانجيل ملخصه المسيح مات لاجل خطايانا يعني. صحيح فعشان كده الانجيل يظهر لنا الحقائق الجوهريه من هو المسيح الذي اتى لماذا مات وكيف مات والادله والاثبات وهل مات ودفن وباقي في القبر ولا قام في اليوم الثالث فالانجيل يشمل المحتويات دي كلها ان المسيح مات وسبب موته لاجل خطايانا المسيح قام لماذا قام ليعلن تبرير من يؤمن به اقيم لاجل تبرير هذا من ناحيه ومن جانب اخر ما هي الاثباتات والادله في الانجيل التي تعلن او تظهر ان المسيح بالفعل مات لان في اللي بيقول مات وفي اللي يقول ما ماتش فالانجيل لانه انجيل واقعي وصريح حط الاثباتات والادله حط لي دليلين في نفس التعريف اعرفكم بالانجيل قال الدليل الاول انه مات ان الكتب قالت عنه أنه ان لازم يموت وهو قال عن نفسه وبالضبط والدليل الثاني ان هو مات ان مش بندفن شخص حي لكن بندفن الميت عشان كده يقول وانه دفن لما قال ان المسيح قام من بين الاموات رح حاطط برضو دلائل الدليل الاول قال ان حسب الكتب رجعنا للكتب العهد القديم مره ثانيه وده يورينا مصداقية الكتاب أو ارتباط الكتاب كله كجزء واحد عهده القديم وعهده الجديد الدليل الثاني بقى قال أنه ظهر وابتدى يذكر عدة ظهورات متنوعة فرد اثنين سبعة عشرة احداشر وصل العدد إلى خمسمائة أخ وظهر بعدين. كمان لشاول الترسوسي عاوز يقول يلي مش قادر تصدق شاهد صدق كل هذه الشهود ان الذي مات ودفن في اليوم الثالث قد قام يهمني فيه الكلام طب هو ده الانجيل مش يهمني ايه الكلام ده يهمني اني انا المحكوم علي بالموت الابدي نتيجه خطاياي وانفصالي عن الله جه المسيح ده الخبر السار ده الانجيل حمل في جسدي خطايانا راح للصليب كبش الفداء حمل الله الوديع الذبح الاعظم اللي تعلق على الصليب ودفع الحساب كامل نيابه عني وعن غيري، مم. عن كل البشر، مم. لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، عشان كده لا يهلك كل من يؤمن به هذا الانجيل، الخبر المفرح ان خطايانا كلها توضعت على البديل دفع الحساب مواجها عداله الله مم. والله اكتفى بهذا العمل لان ما فيش حد يكف الله الا الله وما حدش يقدر يسدد متطلبات الله الا الله ولان المسيح هو الله دفع الحساب كامل فيقول لي ابتسم واشرق بوجه نور في وجهك كده بوجهك من نور اللي سكن في قلبك واعرف ان انا رفعت الحساب كله عنك ما عليك الا ان تقبل وكل الذين قبلوا اعطاهم سلطانا يعني ان يصيروا اولاد الله الدينونه عبرت عني؟ نعم إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السماء صارت مضمونة نعم عالم بمن أمن وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم أقدر أعيش بالقداسة نعم لأن المسيح ساكن فيا بالروح القدس ويقدس حياتي وخليني أسلك بالقداسة يخليني أحب الآخرين حتى اللي عادوني نعم لأن المسيح اللي أحب الكل حي فيا فأحيا لا أنا بل المسيح وهكذا هو ده الاطار الكبير عن الانجيل مش مجرد ورق نضلل فيه ونشكك فيه او نصدق او ما نصدقش خليني هذا هو الانجيل أسألك. بس عاوز اقول كلمتين م. قبل ما تسالني هذه الاخبار الساره ان لم تكتب في كتاب فكيف انا اعرفها وكيف تتعاقب مع الاجيال نعم. ولذلك هذه الاخبار الساره سر الروح القدس سر الله بنفسه أن يكتب هذا الإنجيل لنا في هذا الكتاب الرائع علشان نطلع ونقرأ ونعرف ونتعلم ونتعزى ونشبع بهذا الشخص مستخدم العظيم نستخدم أشخاص بشر عشان يكتبوا لنا الكلام طبعا طيب دلوقتي إخواتنا المسلمين بيقولوا تعبيرات ومصدقينها يقول لك فين الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى هل في تنزيل إنجيل نزل ده لو كان المسيح نبيا ممكن نقول الله تكلم بالانبياء يعني لا يعني مثلا على سبيل المثال هل النبي موسى سمعنا ان هو نزل عليه كتاب يعني او هل التوراه دي نزلت عليه صحيح ربنا كتب له الوصايا العشر وكسرها وبعدين كتبها هو تاني لكن بقيه الوصايا اللي هي 613 وصيه ما سمعناش ان هي نزلت على النبي موسى او على كل انبياء العهد القديم بما فيهم داود وبما فيهم اشعياء وبما فيهم كل الانبياء بس معناش كلمه تنزيل الا في القران وعايزين يفرضوا علينا الفكره دي يقول لك فين الانجيل اللي نزل على سيدنا عيسى ده انجيل متى ومرقس او يوحنا فين الانجيل اللي نزل اتفضل انا اتكلم عن العهد القديم الاول او الانبياء او بدءا من موسى اللي حضرتك تفضلت وتكلمت عنه أنا أفهم من كده أن الكتاب يقول هكذا كلم الرب موسى نعم. وموسى يقول كلمنا الرب قائلا نعم. ولما في الأنبياء كلهم يقولوا هكذا قال الرب نعم. يعني في نبوة حسقيال كمثال ورد فيها أكثر من 270 مرة كلمة هكذا قال الرب, هكذا قال الرب. وقص على ذلك أشعية وإرمية كلهم. وكلهم لغاية ملاخي فالنبي هو الشخص الناطق الرب على لسانه بالروح القدس بما يريد ان يوصله للبشر. حضرتك درست كل الحاجات دي، هل سمعت مره عبر التاريخ اليهودي كله حد قال عباره التنزيل دي خالص؟ انا نفسي مش فاهمها يعني <applause> معلش يعني صحيح يعني عاوز اللي يشرحها لي ايه معنى ينزل، انا أعرف النزول واحد فوق وينزل كده يعني, يعني, يعني انا واحده من اكبر المشاكل في الحوار المسيحي الاسلامي ان اخواتنا بيفرضوا علينا فرضيات وبيصر عليها يقول لك احنا عايزين انجيل عيسى طب يا جماعه عيسى ما كتبش انجيل عيسى ما نزلش عليه انجيل اللي انتوا بتقولوه ده غلط دي فكره خاطئه بتثبت اللي انتوا بتقولوه ده اصلا غلط لان ما فيش حاجه اسمها تنزيل وده مش حاجه حديثه عندنا احنا او مع المسيح بالذات ده من كل انبياء العهد القديم من بدايه الخليقه لحد ما جه المسيح ما سمعناش موضوع التنزيل ده لا في حاجة برضو يعني أتمنى من قلبي أن أنا أقدر أوصل بها لأحبائنا المشاهدين أو أقدر أوضحها كما يعطيني الرب من فهم أن الأنبياء في العهد القديم أو الرسل في العهد الجديد ساقهم الروح القدس بكتابة ما أراد الله كتابته نعم الأنبياء في إنجيل متى الأنبياء والرسل هم أنبياء ورسل الرب يسوع المسيح نعم. فالرب يسوع هو اللي أرسل الأنبياء وهو الذي ارسل الرسل وهو الذي تكلم على فم الانبياء وهو الذي تكلم على فم الرسل لا. اذا كان هو الله رب الانبياء والرسل فكيف ينزل عليه كتاب صحيح. رقم اثنين طيب اذا كان هو الرب و و والاله طب السؤال يفرض نفسه كيف ياتي كتاب اخر عليه يبقى إذا احنا جردناه من كل الوهيه وسلطانه المطلق وهو صاحب الكلام لا. يعني مثلا زي ما قلت الأنبياء بيقولوا هكذا قال الرب هكذا قال الرب هكذا يقول الرب كلمني الرب بالروح القدس كلم الرب داود بالروح القدس كل الآيات دي موجودة في الكتاب لكن الرب يسوع لما كان على الأرض كان يقول الحق الحق أقول لكم أنا أقول لكم فإذا كان هو الحق والناطق بكلمة الحق فأي حق يأتي عليه صحيح. يعني خلينا بس نفكر بالتفكير صحيح. صحيح. إذا لكونها الله فمن الصعب أو من الخطأ أن نقول أين الإنجيل الذي أنزل عليه أو أين الإنجيل الذي كلمه بها الله لأنه هو الله الذي كان يقول الحق الحق أقول لكم لكن لما يتكلم الرسل والأنبياء ويقولوا الله آهل إذا هو الناطق هو المتكلم صحيح. عشان كده من الصعب أو مش عايز أقول من الصعب من الخطأ أن نقول أين إنجيل المسيح لا الإنجيل هو المسيح صحيح خليني بس أسأل حضرتك بعض الاسئله. أنا في رأيي الشخصي بإيمان كامل واثق إن حل مشكلة الإرهاب في العالم إن المسلمين يقرأوا الإنجيل وبقولها معلش سامحني فيها سواء يؤمن أو ما ده مش ده الموضوع أنا عايز يحصل تغيير في الفكر لأن الفكر هو اللي باظ. فالفكر في الإنجيل بيقول لك إن الإنسان ده أخوك مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، ملحد هو إنسان ربنا خلقه، ما حدش تاني خلقه. ما تعديهوش ما توصلش المرحلة ان انت تسفك دمه لو عرفوا هذا بغض النظر بقى يأمنوا أو ما يأمنوش بس يفهموا فكر ربنا بيقول لنا ايه يحصل تغيير في المجتمع الاسلامي او يحصل انقاذ لكن اللي انا شايفه وده اللي انا عايز اعالجه النهارده واكشفه قدام كل مشاهدين مسيحيين او مسلمين ان في يعني حاجه متعمده من الاعلام الاسلامي ومن الشيوخ المسلمين ان هم يبعدوا المسلمين تماما عن قراءه الانجيل يعني هوري حضرتك دلوقتي فيديو بيقولوا فيه ان هما لقوا نسخه من الانجيل وبيسموها الانجيل الصحيح يعود الى 1500 سنه وهو ده الكتاب اللي احتفظ بيه سلطات تركيه مش عارف كام سنه في الخزانه وان هو ده اللي بيقول فيه المسيح كلام حقيقي وبيبشر بيه محمد وعشان كده الكنيسه مخبياه ايه الكلام ده في هذا العصر طب بعد اذنك خلينا نسمع اول فيديو وتشوف حضرتك ازاي الكذب والتلفيق اتفضل انجيل صادرته الشرطه عقب القائها القبض على احدى عصابات التهريب عام 2000 يعود تاريخه الى 1500 عام. الكتاب المقدس الذي احتفظت به السلطات التركيه في خزانه باحدى قاعات المحاكم على مدار 12 عاما تم نقله مؤخرا الى متحف انقره للانثروبولوجيا. الانجيل التاريخي المكتوب باللغه الاراميه على صفحات جلديه تبلغ قيمته نحو 28 مليون دولار. وسائل اعلام تركية اشارت الى احتماليه أن يكون هذا الكتاب المقدس هو إحدى النسخ الأصلية للإنجيل المعروف باسم إنجيل برنابا غير المعترف به من قبل الطوائف المسيحية. حد يسمع الكلام ده سواء مسيحي أو مسلم أو ملحد أو أي حاجة، يفتكر إن دي حقيقة. والغريبة بقى الحاجة اللي مزعلاني جدا من الإعلام الإسلامي وأنا بحذرهم، كل ما يعملوا حاجة زي كده أنا هضطر أفضحهم فضيحة زي ما بيقولوا الجلاجل يعني ايه؟ يعني نفس الكلام ده ده قالوه كل من عشرة 10 ايام او اسبوعين طب ما هو ده نفس الكلام بالنص اللي قلتوه برضه سنه 2012 وعلقتوا عليه في كل القنوات الاسلاميه عشان تقول لكل المسلمين لا 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 الانجيل اللي معاهم دولت مش هو الحقيقي ايه ادي الانجيل الصحيح مخبيينه طب انا هخليهم يشوف فيديو تاني من 2012 وبعد ما نشوف الفيديو انا عايز المخرج يتعب ويطلع لي التاريخ الموجود على النت اللي هو بيقول لك ان هذا الفيديو كان في فبراير 2012 وبيقولوا نفس الكلام ونفس الاسطوانه ونفس الموضوع ونفس الانجيل اللي لقوه وفي تركيا ومخبيينه والكنيسه مخبيه طب ما هو تركيا الكنيسة مخبيه <applause> ولا الحكومه الاسلاميه في تركيا تقدر تقول ان احنا لقينا وطلعنا كل حاجه خلينا نشوف الفيديو ده آه الى النهارده العربيه نت الحقيقه ذكرت على حاجة خطيرة جدا يعني الشيء بالشيء يذكر يعني حاجة كده زي ما تقول إنجيل أثري مخطوط يعود إلى ما قبل 1500 سنة تم إخفاؤه وطلب باب الفاتيكان معاينة هذا هذه النسخة من الإنجيل فهذا الإنجيل يحوي نبوءة سيدنا عيسى عليه وعلى الصلاة والسلام بالنبي محمد صلى الله عليه وآله, وآله وصحبه وسلم والخبر على موقع قناة العربية عثر في تركيا على نسخة نادرة من الإنجيل مكتوبة باللغة الآرامية تعود إلى ما قبل 1500 عام تشير إلى أن المسيح عليه السلام تنبأ بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعده وما زال هذا الحدث يشغل الفاتيكان فقد طلب البابا بابا الفاتيكان طبعا لا بابا الفاتيكان طلب ولا إري ولا يطلب ولا هو عارف ان الكلام ده ليه أي معنى ولا قيمة بس انا بطلب من المخرج معلش يطلع لي الفيديو ده ويوريني تاريخه على النت اشكرك جدا خلينا يكبر كده في 12 فبراير 2012 يعني يعني نفس الموضوع ده يا دكتور أسير سنه 2012 بس هم بيفتكروا الناس بينسوا خلاص بس دلوقتي فضايح الاعلام في القرن الواحد 21 كل حاجه مثبته فهم بيقولوا نفس الكلام عشان يبعدوا كل المسلمين يقولك لا 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 ده ده في انجيل تاني والانجيل معاهم مش سليم والانجيل اللي معانا هو الصحيح وبقى له 1500 سنه والبابا الفاتيكان ولا بابا الفاتيكان طلب ولا قار ولا عايز يهتم بحاجه زي كده لانه عارف ان ده كلام فاضي. طب يا جماعه ما تبطلوا كذبه على المسلمين. بطلوا الاعلام المزور اللي هو بيطلع حاجات خاطئه جدا، ايه تعليق حضرتك قبل ما اوريك فيديو ثالث بيتكلموا عن نفس الموضوع ويعملوا منه بروباجندا كبيره ويقول لك لا 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 ده تم العثور على الانجيل الصحيح والانجيل اللي معاهم ده غلط والانجيل الصحيح فيه نبوه المسيح بيقول فيها عن محمد. يا جماعه بطلوا خرافات، بطلوا اكاذيب، قولوا الحقائق. اعمل اللي انتوا عايزينه بس قولوا حقائق ما تكذبوش على الناس وما تكذبوش على المسلمين. أنا نفسي المسلمين يعرفوا الحقيقة وهم أحرار يعملوا ما عايزينه بس مفيش أي إنجيل صحيح غير اللي في إيدينا وإحنا هنكشف كل الأكاذيب اللي بيعملوها، نفسي أسمع تعليق قبل ما أوريك فيديو ثالث برضه بيتكلموا على نفس الكذبة وبيعملوها بروباجندا كبيرة فضل. دي مقولة احنا بنسمعها واحنا اولاد صغيرين يعني. ايوه كويس انت قلت واحنا اولاد صغيرين. يعني وانا وانت يعني سننا ما شاء الله. 2012 اه ولا لا لا ما انا عارف كذا مرة. واحنا اولاد صغيرين كان دايما المناقشات يقول لك الانجيل اللي بين ايديكم محرف لكن الانجيل الاصلي ده مش هو، طب فين الانجيل الاصلي عشان نعيد طباعته ونوزعه على الناس علشان على الاقل الناس تهتدي الى الله من خلال هذا الانجيل. صحيح. يقول لك في موجود عند الفاتيكان. مره كان, واحد معايا قلت له مستعد احجز لك تيكت الطيارة وروح انا وانت بس طلعه من عند الفاتيكان صحيح يعني والفاتيكان هيخبيه ليه و يعني عاوز اقول ايه المصلحه بالظبط كده عاوز اقول لما انا اقول كلام وكلام علنا لابد ان يكون هذا الكلام مثبت بالحقائق مش مجرد تاويل او توقع او افتراض او ادعاء صحيح. يعني لما انا بقول بتكلم على العلن اهو بقول ما هو الانجيل بعرفه بحسب ما هو مكتوب بين إيديه واللي عاوز يرجع للصحة او الخطا الكتاب موجود يتفضل يقرا صحيح. يراجع اذا كنت تكلمت بالخطا يتفضل يقول على الخطا صحيح. لكن ما اقولش كلام ما لهش اساس ويفاجئني الاخر ويسالني وما لاقيش جواب معك حق وانا معلش بعتذر لك لكن في نفس الوقت عايز اوريك قد ايه استمرار الاكاذيب خلينا نشوف فيديو ثالث ونشوف بيقولوا عن نفس الموضوع وبيعملوا قصه عنه بس بيقول لك برضه في تركيا ومخبينه طب يا عم ما تطلعوه وبعدين ما انت قلتوا الكلام ده في 2012 وقلتوه سنه 2000 وقلتوه سنه 1980 وقلتوه سنه 1960 يا جماعه مش اسطوانه بقى ومش لاقيين حاجه تقولوها للناس عيب خلينا ننقذ المجتمع العربي ان هم يعرفوا حقيقه الانجيل السليم ويفهموا ربنا سبحانه بيعلم ايه في العلاقات فبالتالي ينتهي الارهاب، لن ينتهي الارهاب الا بانتشار الانجيل في المجتمع الاسلامي. خلينا نسمع الفيديو بتاع مصر الجديده، اتفضل. الواقع ان المخطوطه حتى الان لا نستطيع ان نجزم بوقتها بالضبط يعني تاريخها بالضبط لكن يعني الكلام بيتراوح ما بين ما بين مغالين يقولوا ان هي بقى لها 500 سنه بس وده اللي بيرفضوا يعني اللي بيرفضوا ان هي كتاب كانت كان من كتب الكنيسه المعتقد في صحتها او الناس بيقولوا ان هي ترجع تقريبا ل 1600 سنه تقريبا يعني تاريخها حوالي 1600 سنه لا شك ان المسح الكربوني هيؤكد المعلومات بالضبط لكن احنا اللي يهمنا لكن ما هو مدلول في خلال اطار في اطار المعلومات اللي جات لنا لغايه دلوقتي من خلال هذه المخطوطه مدلولها ايه لغايه دلوقتي؟ مدلولها ان هناك جماعه سواء كانت هذه الجماعه هي الممثله للتيار المثلث آه الذي يعتقد بصلب المسيح وموته والوهيه المسيح، هل كانوا بيعتقدوا بصحه هذا الكتاب ولا لا؟ م. في جماعه جماعه مسيحيه كانت بتعتقد في صحه هذا الكتاب وصحه هذه المعلومات الموجوده في الكتاب الكتاب بيحتوي على معلومات مهمه جدا ان مثلا من احد هذه المعلومات ان احد الكهنه بيسال المسيح بيقول له هل انت المسيح او المسيح هل انت المسيح قال له لا المسيح هيكون من الاسماعيليين ويؤكد الكلام بعد ذلك ويقول له اسمه محمد هذا هو اسمه المقدس طبعا على شكل المعلومات دي خطيره ومهمه جدا أه كون ان هو دلاله مباشره، هل هذا وبرضك هل هذا الكلام هو انجيل برنابا نفسه؟ يعني دلوقتي ربطوه بانجيل برنابا نفسه، احنا برضه لازم نتكلم مع ان اتكلمنا عشرات المرات عن انجيل برنابا، لكن عايزين المشاهد المسيحي والمسلم يعرفوا الحقيقه. ده الكلام ده كان في 11 اكتوبر 2012. يعني برضه نفس الموضوع ونفس القصة ونفس الكتاب ولو في تركيا وقعد 12 سنة مستخبي في تركيا ودلوقتي طب يا جماعة ما هو تركيا دي دولة إسلامية حكومة إسلامية ما تطلعوه تورونا زي ما قال الأخ مشكورا وباحترام شديد إحنا ممكن نعرف من خلال المادة المكتوبة والورق المكتوب والخط المكتوب هنعرف بالظبط التاريخ بتاعه طب ما تطلعوه وتكشفوا للناس وتقولوا الحقيقة إيه النهاردة إحنا في عصر العلم وفي عصر الـ الاعلام المكشوف خلينا نشوف كل حاجه احنا ما عندناش اي مانع بس بلاش استمرار الكذب على المسلمين والمسيحيين ايه تعليق حضرتك قبل ما اوريك برضو فيديو رابع بيناقش الموضوع بس بطريقه تانية وعايزين يطلعوا اسم محمد في الكتاب المقدس سواء في العهد الجديد وانت عارف قصه الباراكليت وسواء في العهد القديم ويقعدوا يجيبوا ايات من تسنيه 18 18 ومزمور 84 ونشيد الانشاد 5 16 كل الحاجات دي يقول لك لا دي دي كلها اشارات الى محمد يا جماعه ما فيش صدقوني بلاش استمرار النغمه دي تعالوا نتحاور وندرس ونتناقش وبلاش تستمروا تقولوا الكذبه وتصدقوها وتخلوا الناس ينخدعوا بهذه الاكاذيب احنا في عصر في فتح للاكاذيب الاسلاميه على الهوى مباشره تفضل الحقيقه يعني انا مش عارف انجيل برنابه اللي بيتكلموا عنه ده ده واحد من رسل المسيح بحسب المعتقد لا طبعا يعني حسب المعتقد اللي بيقولوا الانجيل الصحيح هو انجيل برنابه أيوه. بيعتبروا ان برنابه واحد من رسل المسيح أيوه. لكن عاوز اقول ان برنابه مش واحد من رسل المسيح هو تلميذ لأن في فرق ما بين رسل وما بين تلاميذ تلاميذ كل المؤمنين في العالم الجديد تلاميذ للرب يسوع صحيح. حتى إن الرب يسوع قال تلميذه جميع الأمم فالتلميذ هو الشخص الذي يخضع لمعلم رائع يتعلم منه الصفات الرائعة والتعاليم الجميلة مه. أما الرسل الذين انتخبهم الرب يسوع المسيح لنفسه ودعاهم رسل هم اثني عشر رسولا مذكوره اسماءهم في انجيل متى ومذكوره أسمائهم في انجيل مرقس ومذكوره اسماءهم في انجيل لوقا ومذكوره أسمائهم في الكتب الاسلاميه الموثقه ومكتوب ال12 اسم زي ما هم موجود عندنا مع تغيير في اللفظ نفسه او في الحروف نفسها لكن هم هم ما فهمش برنابا عاوز اقول لم يرد ذكر اسم برنابا نهائيا نعم. حاجه الثانيه ان برنابا شخص يهودي بالفعل لكنه كان بيعيش في قبرص وتعرف على الرب وبعدين ارتبط بالتلاميذ ومن ضمن الاشخاص اللي باعوا ممتلكاتهم ووضعها عند ارجل الرسل وهو الشخص اللي اخذ بولس الرسول اللي هو شاول وعرفه بالرسل وهو الشخص اللي خدم مع الرسول بولس وكان شاهدا تسير. للمسيح وصليب المسيح بكل قوه وشهد له الكتاب المقدس حتى انه يترجم اسمه الى ابن الوعظ كل هذه الامور تعلن اني برنابه تلميذ نشيط يحب الرب يسوع امن بالمسيح المت... الله المتجسد هو شخص المسيح احتمى في دمه الكريم وصار انسان جديد فليس له علاقه بهذا الكتاب لا علاقه, لا علاقة له لا علاقه على الاطلاق نعم. لم يرد في الكتاب المقدس ان برنابه كتب كتابا بالاولى لو برنابه كتب كتاب اسهل حاجه أولى كان استشهد بها الرسول بطرس بالزبط. او الرسول بولس يعني ما بطرس اتكلم بطرس اتكلم عن كل رسائل بولس وقال ان هي في حاجات عسره الفهم لكن دي مهمه جدا لينا عشان نتعلمها لكن اشار يعني الرسل اشاروا الى الكتب اللي هم كتبوها كل واحد للاخر ما عدا لم يذكر ان واحد اسمه برنابه كتب انجيل او ان في كتاب وبالتالي خلال كل القرون ما فيش حاجه زي كده مش بس في كتابتنا احنا كمسيحيين لكن كمان في كتابات المسلمين وانا هستشهد بيهم لما بيجوا يتكلموا او بيقولوا حاجات عن الانجيل هجيب سيره متى ومرقس او يوحنا في كل الكتب الاسلاميه لكن مش هيذكر ابدا حاجه اسمها انجيل برنابه ولا يستشهد بيه طب كان بالاولى لكن الاخطر يا دكتور النهارده اللي انا عايز اقوله ان مازال شيوخ كثيرين مسلمين بيحاولوا بطرق ملتويه ان هم يقولوا لا ده حتى محمد مذكور عندهم في كتب الكتاب المقدس يا جماعه مش مذكور وناقشنا الكلام ده مرات عديده ليه استمرار الاصرار على الكذب على الاخرين خلينا نشوف الفيديو ده وهم بيقولوا ان محمد موجود في الكتاب المقدس في الموضوع ان هم اكتشفوا بشارات عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام في الانجيل نعم فعلموا ان هذا الانجيل يتشرف ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، فسموه الانجيل الشريف نعم. لانه يتشرف ببشارات عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام فين بقى الكلام دوه؟ احنا هنقضي بقيه الحلقه بتاعتنا في هذا الست دقائق دول أوريهم نفتح في القران الكريم صفحه 62، نعم. كلام نعم. العجمي وانا هوريك الرسول موجود جوه الانجيل دلوقتي. نعم ماشي؟ صفحه 62 في ال آه 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 عمران الايه 96 نعم بتقول ايه؟ الآية 96 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة الرباري. مبارك ببكة مباركا وهدى للعالمين نعم ببكة بكة نعم. دي اللي هي إيه؟ نعم بكة اللي هي يا شيخ خالد المكان اللي فيه الكعبة أيوه اللي هي مكة نعم. اسم من أسماء مكة بكة نعم عظيم جدا طيب هنيجي نلاقي برضو بعدها بآيتين اتنين ينزل يقول لي إيه؟ قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغفر عما تعملون ليه؟ يكفرون بايات الله نعم بيغيروا حاجات وربنا شايف اللي هما بيعملوه غيروا ايه بقى تعال نشوف عشان ما يقولوش احنا بندعي عليهم حاجه تعال نمسك الانجيل اهو يعني فيديو طويل لفاضل سليمان يا تبص عليه ونشوف كل الموجود فيه عايز يجيب كلمات ويفسرها بطريقته ويقول دي اشاره لبكه او لمكه ويجيبها في مزمور 84 ودلوقتي هنطلع الايات ونناقش الفكره بس انا بتكلم على المبدا ايه المبدا؟ ان كثيرين زي المهندس بادر سليمان بيكذبوا على المسلمين وبياخدوا المسلمين مش عارفين حاجه ده حتى مش عارفين القران فلما يجي يقول لك ببكه طيب ايه رأيك ما احنا عملنا حلقة الشهر اللي فات وقلنا ان بكا او مكة كانت موجودة في الاردن في بداية التاريخ الاسلامي وده اه يعني واحد امريكي عمل بحث كبير قوي كتب كتاب نزل سنة 2012 او اظن انجليزي في انجلترا وقال دان جيبسون موجود على النت بالعربي وبالانجليزي بحث تاريخي بيقول ان الاسلام بدأ في الاردن وبعد 200 سنه راح الجزيره العربيه حاجه خطيره جدا وحتى بكة طلعها في بترا مع الاثار الموجوده في بترا وبالادله والبراهين الاثريه والعلميه بعيدا عن كتب اليهود والمسيحيين والمسلمين ملوش دعوه ده بيتكلم عن علم الاثار اكتشف ان بكة وبدايه الاسلام كانوا في الاردن وليس في الجزيره العربيه وانا برضو قلت للمسلمين من زمان بكة أو مكة ما كانتش موجودة على التاريخ قبل القرن الرابع الميلادي لما يقعدوا بقى يجيب لك ايات يقول لك ده ابراهيم واسماعيل جم او ادم كمان في ايات في القران لك ادم هو اللي اسس هذا البيت، ايه الكلام ده؟ دي يعني مش موجوده خالص في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في علم الاثار ولا ليها وجود في شبه الجزيره العربيه الا بعد القرن الرابع الميلادي. جماعه احنا في عصر العلم. خلينا ندرس ونناقش وما نبلعش وما حدش يتكلم لان كل الكتاب وانا هسال الدكتور حليم مباشره ان هو راجل دارس وقارئ الكتاب من سنوات وبيتكلم وبيعلم بالكتاب من سنوات هل في ذكر او اشاره لنبي الاسلام في العهد القديم او في العهد الجديد يا دكتور حليم لو في اشاره كنت استشهدت بيها وقلتها ما كنتش دلوقتي معانا آه كنت لا. ربيت دينك وضميت لي صح لا ما اعتقدش يعني لان المسيح اللي سكن في قلبي غير حياتي وخلاني احب من يعاديني ولا عمري اكون من داعش نشكر الرب الرب علمني ان انا تحب عدوك تصلي لاجله تطلب المراحم لاجله ده اللي علمه لي الكتاب المقدس طيب هل في اي يعني نبوه تصلح إن هي تكون فيها إشارة لنبي الإسلام؟ ما أنا حضرتك لو في كنت استشهدت بيها وتكلمت عنها. يعني إذا الإستمرار ليه ليه عمالين يشوهوا ويطلعوا أفكار ليس لها أي واقع خالص أو في شب حضرتك عاوز أقول على شيء إيه السبب؟ يعني ليه مستمرين أنا أنا على كده يعني؟ أول شيء علشان أكون منصف فيما أقول. أي شخص يعتنق مبدأ لابد أن يدافع عنه ولابد أن يبحث بالطريقة الصحيحة أو الخطأ لإثبات ما يؤمن بها أنه صحيح بغض النظر عن خطأ أو صح في نفس الشيء رد لكل فعل رد فعل وبالتالي زي ما يبقى فيه فئة بتقاوم مبدأ الآخر الآخر لابد أن يقاوم مبدأ الآخر لأن لكل فعل رد فعل طيب زمان. فشيء طبيعي أن يقول في آيات أنا مست... يعني لا يمكن أستذنبه فيما يقول هو الكلام اللي قاله مش مظبوط لكن لا استذنبه لأنه يدافع عن عقيده في كيانه وحقه ان يدافع عنها سواء غلط او صح لا انت مش يقول الحق نعم. يعني دافع زي ما انت عايز بس يقول الحق بلاش كذب ومن امتى يا شيخ صمويل من امتى اللي بيدافع عن عقيده هو تبناها بيقول الحق من امتى ما دي كارثه طب ما ده موجوده في كل العالم نعم يعني البوذي بيدافع عن البوذيه باستماته وطلع اشياء بيثبت صحتها اللي بيعبد في الصين مش عارف الاله مين نفس الكيفيه برضه في مسيحيين عايشين في الجهل ما يفهموش الكتاب المقدس وتبص تلاقيه يدافع دون ان يعرف يعني هل انت توافق على مسيحيين يطلعوا يتظاهروا وبالروح بالدم نفديك يا صليب <applause> ده مش قلة الجهل ده اللي فدانا مش كده. هكذا ده. يبقى اذا الجهل موجود في كل مكان لا. ولذلك لا يمكن للانسان ان يصل الى الحقيقه ان لم يهتدي الى النور الحقيقي الذي ينير كل انسان في انجيل يوحنا كان النور الحقيقي الذي يُنير كل إنسان ياتيا إلى, إلى العالم. العالم فلما يدخل النور إلى حياتي أستطيع أن أدرك أفهم، فعشان كده في كورونسوس الثانية وأصحاح ثلاثة أو أربعة أبوح. يقول إن كان إنجيلنا مكتوماً الهالكين. يعني غير مفهوم فإنما هو مكتوم في الهالكين أه. وبعدين يقول الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى, أعمى اذهان غير المؤمنين ولاحظ كلمه قد اعمى يعني شيء تمموا ليه الا الا تضيء لهم اناره معرفه انجيل مجد المسيح الذي هو صوره الله يبقى إذن الشيطان بيعمل عمليه تعتيم على النفوس بغض النظر ديانته ايه عقيدته ايه ان شاء الله يكون مسيحي الشيطان بيبذل كل قصارى جهده في سبيل التعتيم والتضليل وابعاد الحق عن النفوس بس في ازمه دلوقتي يا دكتور ان الاسلام خلال 1400 سنه كان واخد راحته بسلطه وبقوه ان هم يتكلموا زي ما هم عايزين ومفيش رد وكانوا المسيحيين في ردود محدوده زي ابونا غرغريوس او يعني عبر التاريخ كذا واحد يتكلموا لكن ما كانش في الاعلام المسيحي النهارده الاعلام المسيحي عنده حق الرد فلازم المسلم اللي هو بيتكلم في الامور دي النهارده لازم يتكلم بواقعيه وينتبه للي بيقولوا ليه لان ما يقدرش يقدم اكاذيب ويتهم فيها الانجيل او المسيحيين او الايات من غير ما يكون عارف ان هيكون في رد على كلامه ويطلع قدام المشاهدين بتوعه يعني سوري في التعبير مش فاهم حاجه فلازم ننتبه ان النهارده في فرصه غير متاحه سابقا النهارده في فرصة للرد، في فرصة للحوار، في فرصة للمناقشة. تمام، هو من حقه يقول ومن حق إن أنا أرد. حلو. بس هو يقول في أدبيات وأخلاقيات إنسانية بغض النظر عن الدين. في أدبيات وأخلاقيات إنسانية، وأنا لا. من حقي أرد في أدبيات وأخلاقيات إنسانية. أما مدرسة الهجوم دي مدرسة فاشلة. صحيح. يعني المسلم اللي بيهاجم المسيحي فاشل. ودليل على انه فاشل المسيح اللي بيهاجم المسلم دون ان يجد الحجه بادب واخلاق برضه فاشل صحيح عشان كده لا نمنع الحوار احنا عايزين نتحاور على طول احنا ما عندناش مانع في الحوار بالظبط كده ما عندناش يجيب اللي عنده ويجي ويناقشنا فيه ما عندناش اي انا دلوقتي على ما سمعت الفيديوهات اللي سمعتها لي هو بيقول ان الانجيل اتوجد في تركيا أوه. ربما يكون انا ما سمعتش لا, لا لا صح صح كلهم قالوا كده اتوجد في تركيا عظيم ما ماذا يقول هذا الانجيل رقم اثنين ما هو عنوانه؟ رقم ثلاثة بأي لغة كتب؟ رقم أربعة ما هي مصداقية الكنيسة؟ لأن الكنيسة هي اللي تعترف بمصداقية الإنجيل، أي إنجيل صدق أي كنيسة صدقت على هذا الإنجيل؟ ما هي الآيات التي كتبت فيه ومدى صحتها؟ ما هي الإثباتات التي تثبت أن هذا إنجيل خامس؟ الأسئلة دي أنا بطرحها وباخلاص احنا يعني نبحث صحيح يبحث واذا لقي اجوبه يتفضل مشكور قولها لنا احنا أنا ما قدامي بن... قدامي فيديو اخير بس قبل ما اشرق أودي ادي لحضرتك الفيديو ده عايز اخد كم مكالمه سريعه اتفضل هناخد مكالمه من الاخ صفوت من الامارات اتفضل دكتور صفوت خير وتحياتي ليك ولضيفك يا شيخ اهلا بيك في اثبات في القران واضح جدا لالوهيه السيد المسيح في آية التوبة بيقول: "واتخذوا من من رهبانهم أحبارهم أربابا من دون الله والمسيح"، يعني من دون الله الآب والمسيح اللي هم الأرباب بحقه حقيقي هم اللي يتعبدوا والقرآن بالشكل ده بيثبت انه السيد المسيح هو الله. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها هي ان الايمان بالسيد المسيح عطيه لو اتعطت ليهم باختيار السماء هيكون ليهم نصيب اللي مالوش نصيب بيفضل يؤمن انه السيد المسيح لم يصلب زي ما هي موجوده في ايه النسا وما صلبوه وما قتلوه بل شبه به ويقينا ما صلبوه اللي كاتب الإنجيل عايز يوقف أي خلاص للنفوس وبالشكل ده هو بي بي بينفي الخلاص والفداء اللي عمله السيد المسيح النقطة الثالثة اللي عايز اقولها هي الاتي واضح في العهد الجديد انه لما الشياطين كانت بتخرج كانت هي اول من اعترف انه دوت ابن الله القدوس وده بيقيس مين بقى اللي كتب الـ 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 الكتاب اللي بيقول انه وما صلبوه وما قتلوه بل شبه به وشكرا. اشكرك ولحد النهارده الشياطين لما تخرج وتصرخ بتصرخ وتخرج باسم المسيح واظن ابونا مكاري والحاجات اللي بيعملها في البرامج بتاعته بتوضح للناس كلها ان مازال ودي على فكره المعجزه الوحيده اللي محدش عملها في العهد القديم كله كل المعجزات بما فيهم اقامه الموتى اللي هي اقام ميت وايش اقام ميت وهو حتى ميت لكن المسيح باصبع الله اخرج الشياطين وده كانت الحاجه الجديده بتوضح ان قد ايه المسيح ليه سلطان حتى على الارواح الشريره ويوضح لنا من هو ده المسيح وزي ما حضرتك قلت الشياطين الساكه بتصرخ وتقول ان انت جيت قبل الوقت لتعذبنا انت قدوس الله شكرا جزيلا ناخذ مكالمه من الاخ يوسف فضل يا اخ يوسف مرحبا شيخ سمويل مرحبا بك شلون صحة الحمد لله الله بضيفك الكريم الدكتور حليم شكرك اذا تنطيني مجال انه اسبوع الفات طلع الدكتور حكى على سوره البقره سوره البقره أنا, انا بس نفسي اسالك الاول يا اخي يوسف السؤال مهم باعتبارك ان انت عراقي وليك في اللغه الفيديوهات قالت ان الكتاب اللي لقوه ده لقوه باللغه الاراميه ولما قريت اكتر طلعت ان هي اللغه السريانيه اللي طالعه من اللغه الاراميه بتسموها ايه اللغه دي هاي لغة سريانية واكو لغة ارامي اشورية وأقول لغة كلدانية بس الاصل هو ارامي اه وراح اعلق لك على انجيل برنابا بس خلي لان انجيل برنابا غلط يكتبون انجيل برنابا لازم يكتبون انجيل بارنوا اه مو برنابا غلط برنابا انا يعني سمعت ان هو الكتاب ده مكتوب باللغة السريانية ده. السريانية و... وبالخط اللي اسمه ايه بتقول عليه استرانجيلو لا هذا مو استرانجيلي هذا oh. خط عادي، سترنجيلي يشبه الخط الكوفي. اه oh. هذا مو هذا مو خط كوفي. يا yeah. الخط الكوفي والسترنجيلي بس اريد اعلق لك على هاي، الصلاة القرآن يكتبها سلوت والدكتور الأسبوع الفات ما حكى عليها. سلوت هي كلمة آرامية mm. يعني نزل ركعة ويأكد عليها الدكتور جواد علي بكتابه تاريخ الصلاة الصحيفة السابعة السطر السابع. صلاة كلمه اراميه بمعنى نزل او ركع ومن انا اريد انزل او اركع اقول صليلي صالد صلي سلوثه يعني صلاه مثل ما يكتبها القران صلوثة صلاه يعني ركعه من المسلمين من يقولون صلى الله عليه يعني ركع الله امامه لهذا السبب يكتبها بالواو أكد الدكتور حليم بالحديث مالته قال قال لي الرب قال لي الرب اكثر من مره نعم. تروح صورة البقره نفسها بدايه هي يكتب الف لام ميم المسلمين ما يعرفون معناها هي. الخمس كتب الاولى من العهد القديم تكوين خروج داوين عدد تثنيه اليهود يسموها الف لام ميم بس باللغه الاراميه اذا ترجمها هسه راح نشوف شو صير اليهود يقولون قال لي الرب يعني خمس كتب الأولى أليف لام ميم يكتبوها أليف آمر لام لي ميم مريا آمر لي مريا قال لي الرب يعني كلامك كلامك دم مهم, دم مهم دم لكن ما أنا في اللغات القديمة دي صعب على شوية لكن هقبلها منك باعتبارك أن أنت بتقرأ باللغات دي الشيخ سمويل لأنها لغتي اثنين أعيدك إلى إنجيل برنابا أول مرة إنجيل برنابا اسم برنابا مو عربي اسم مم. آرامي أول باء تنقري باء ثاني باء جواتها نقطة تصير واو يعني من تقراها تقراها بارنوا مثل إبراهيم جوا باء أكو نقطة الآشوريين يعرفون إيش دا أقول ما نقول إبراهيم أوراهم أبي شالوم باللغة مالنا أبي شالم لأن هاي باء جواتها نقطة اثنين انه اذا انجيل برنابا صحيح ليش ما دا يطبعوه المسلمين ويوزعوه لنا لان بي اخطاء ضد القران نفسها ما امشي بس اعطيك نقطتين ثلاثه واحد انجيل برنابا موجود عندي يقول المسيح سارسل من بعدي نبي اسمه احمد انا راح اكتب المسيح قال سارسل من بعدي نبي اسمه محمد بس المسلمين يؤمنون بأنه الله أرسل محمد إذا الله هو المسيح لأن الله أرسل محمد وإنجيل برنابة يقول المسيح أرسل محمد إذا المسيح هو الله وهذا ما يرفضوه ما يقبلوه اثنين يقول إنجيل برنابة أنه الحية كان على أدها أرجل تمشي على أربع أرجل مثل الجمل وهذا ما يرفضه الكتابين هنتكلم دلوقتي على بعض الحاجات شكرا ليك أخي يوسف وانت مرجع لينا في اللغات الشرقيه القديمه ناخد مكالمه من الاخ مرقص من استراليا تفضل اخ مرقص اه شكرا شكرا يا شيخ صمويل اهلا بيك آه انا بس عايز اعلق على آه جد او عايزه اوضح منين آه جت كلمه تحريف آه في سوره النساء والآيه رقم 46 القرآن بيقول من الذين هادوا من يحرفون الكلام عن موضعه يعني مش مش بيحرفوا الإنجيل ولا بيحرفوا كلام الإنجيل لا زي ما يجي مثلا واحد مسلم ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ما يقولش وأنتم سكارى يبقى كده ده حرف الكلام عن موضعه هم كانوا بيتهموا مجموعة من المسيحيين واليهود بإن هما بيحرفوا بيفسروا الكلام على مزاجهم، جت من هنا كلمة تحريف. يعني ما فيش في آية في القرآن بتقول إن الكتاب محرف لكن بيقولوا تحريف التأويل في التأويل أو في الشرح. في آيات في القرآن بتثبت صحة الإنجيل وصحة التوراة، مثلاً آآ آآ القرآن بيقول إن نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر أجمع مفسرو القرآن أن الذكر هو كلام الله فإذا كان الإنجيل والتوراة أنزلوا من عند الله و... ولم يحرفوا لفترة معينة كيف يسمح الله في أي وقت وتحت أي ظرف أن يحرف كلامه صحيح سؤال المسلمين لازم يسألوا نفسهم القرآن بيقول يا إيه بقى وكيف في سورة المؤمنون والآية 43 يا شيخ صمويل وكيف يحكمونك بكلم الرسول محمد وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله التوراة وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما حدش يتاجر بكلامي، يعني مفيش أي حاجة قالت في القرآن إن فيه تحريف. فيه طيب حاجة... لا بس عايز أسألك سؤال في سورة يونس 94 لما الآية دي للمسلم بيقول كده فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك تفهمها ازاي اه تفهمها من الحديث اللي انا اقوله لك ده شيخ صمويل في سنه ابن داوود جابوا الرسول محمد وقالوا له احكم في شخص قام بجنايه الزنا نص الحديث بيقول يهود دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القف فاتاهم في بيت المدراس فقالوا يا هذا القسم ان رجل منا زنى بامرأه فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وساده فجلس عليها ثم قال آتوني بالتوراه، فاتي بها فنزع الوساده من تحته ووضع عليها التوراه ثم قال امنت بك وبمن انزلك، دي بتفسر الايه وكيف يحكمونك وعندهم كتاب الله. الله امر المسلمين ان هم يسالوا اهل الكتاب مش بس كده ده الله في القران وعد المسيحيين واليهود ان هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صحيح. قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو كان في تحريف لو كان في تغيير في كتاب الله القرآن عمره ما كان هيوعد النصارى ولا اليهود بـ 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 بان هم لا خوف عليهم طيب سؤالي, سؤالي, سؤالي الأخير ليك يا أخ نبيل ليه ليه اللي بيحصل ده كل يوم في تشويه على الكتاب المقدس وعلى الإنجيل وبيطلعوا لنا إنجيل جدار جديد وفي حاجات جديده يعني كل الفكره عايزين يقولوا يا جماعة يا مسلمين ما تقروش الإنجيل اللي معاهم لأن ده مش هو ده الصحيح إيه الفكرة اللي ورا كده أقول لك ليه أقول لك ليه يا شيخ صمويل أقول لك على آية قرآنية أولا ليه لأن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم هم دلوقتي بعد ظهور القنوات الفضائية المسيحية وبعد ظهور ناس زي أبونا مرقس وزي وحيد وزي الشيخ صمويل وزي فرحة وزي الناس الجميلة دي اللي بتفسر القرآن الصحيح هم دلوقتي بيعتبروا ان خير وسيله للدفاع هي الهجوم مثلا لو مسكنا ايه في القران زي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في ايه في القران هل الصحابه اللي كانوا قاعدين حوالين الرسول دول ما قالولوش فين المسجد الاقصى المسجد الاقصى ده اتبنى امتى من سنه 75 لسنه 100 هجريه بعد موت الرسول ب 50 سنه ما كانش في المسجد الاقصى يعني فهم دلوقتي لما لقوا كتابهم مهلهل كتابهم فيه كذب كتابهم فيه تحريف فبدل ما هو يدافع عن تحريف القران بيدعي تحريف الكتب الاخرى شكرا جدا وربنا يباركك ناخد مكالمه اخرى من الاخ ابراهيم اتفضل يا اخ ابراهيم مساء الخير يا شيخ وسلامي سلام. للدكتور حليم أهلا الحقيقة أنا أحكي تجربة ليا حصلت و... ويعني تشوف فيها كل اللي اتكلم قبلية حصلت في النقطة ديت جالي صديق عزيز مسلم وسألني لماذا لا أؤمن بالقرآن فقلت له طب حضرتك بتسألني لماذا لا أؤمن بالقرآن لأن القرآن جه من عند ربنا اللي هو نزل التوراة ونزل الانجيل؟ قال لي اه. فقلت له طب لماذا انت الكتاب اللي في ايدك مفهوش التوراه والانجيل والقران لانه كله وحده وحده كلام الله. ولماذا القران بتاعك اتكتب بالعربي؟ علشان خاطر الناس ما تفهمش معظم الناس اللي هي ما تترجمش ليه زي ما الانجيل اتكلم اترجم. الحاجه الثالثه قلت له الانجيل والتوراه الاثنين وحده واحده ازاي الانجيل العهد الجديد كان متخبأ في العهد القديم وازاي العهد القديم استعلن في العهد الجديد وازاي من الميلاد لحد الصلب والقيامه كل ده كان مكتوب في العهد القديم والنسخ موجوده ومترجمه ما لميناش كل النسخ ديت وعملنا انجيل كيوت يمشي مع ال... او ما حرقناش دا. النسخ القديمه اللي عندنا بالزبط. زي ما عثمان عمل بالظبط دي دي نقطه دي لسه كنت انا هتكلم فيها اتفضل الاناجيل كتبوا اربعه من اربعه من الرسل التلاميذ اللي هم مرقس ولوقا ويوحنا و... وماده وكتبوا في اربع اماكن مختلفه في العالم ما كانش في وسيلة اتصال والسبب في ده ان الاناجيل الاربعة لما يتحطوا مع بعض مفيش تناقض يكون لي صورة شامل شاملة كأن أربع ب... كاميرات بيجيبوا الموقع من جميع الجهات ب... ب... بالظبط فده يؤيد ده علشان خاطر ما يتقالش إن واحد فسره على مزاجه زي ما اتعمل في القرآن بعد 300 سنة من محمد ابتدى عثمان يجمع القرآن جمع اللي جمعه ساب اللي سابه والتاريخ يشهد على اللي بيحصل ففي في نهاية النقاش ما قلت له أنا لا أؤمن بالقرآن بسبب الآية اللي بتقول وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبهة لا تشبيها نساء 137 ما يبقاش عندي كتابين بيقولوا إن المسيح هيصلب لأجل خلاصنا وتيجي القرآن تقول لك لا هو ما صلبش وطبعا حضرتك عملت الحلقة اللي هي هل صلبوه هل قتلوه ودي كانت رد كبير علي النقطه دي الحاجه الاخيره قلت له انت شايف ان انا قريت القران انت من واجبك انك تقرا الانجيل لا وشوف. مش واجبه بس ده امر ده من ربنا للمسلم والمسلمين بيقولوها بس حقيقه لا يقولك نحن هاو. نؤمن بكل الانبياء ونؤمن بكل الرسل ونؤمن بكل الكتب وبعدين نيجي بقى الواقع طب بتؤمن بكل الكتب انت قريت حاجه في الكتب دي يقول لك لا اصل دي مش هي الكتب الحقيقيه، يعني بيبرر الموقف، لكن هم عندهم تعليمات في القرآن ان لازم المسلم يؤمن ويقرأ ويعرف كل الأنبياء قالوا ايه، وهنا بقى الكارثه لو قالوا حاجات مختلفه تماما عن القرآن يبقى مش ممكن يكون القرآن من كلام ربنا أبدا. ده الكارثه الكارثه ودي شفتها واحنا صغيرين يقول لك اللي يمسك الإنجيل يتنجس. لازم يتوضى تاني قبل ما يصلي فمعرفش ازاي كان القران بيقول لهم بيوصيهم بيقول الكتاب وكلام ربنا اللي في الانجيل وتقراه وي وي ويقولوا لهم اللي يمسك الانجيل يتنجز. الحاجه الاخيره انا الشخص دوت قبل ما يمشي قلت له لو تحب انا ما اديتلوش انجيل لو تحب روح اشتري الانجيل واقراه. بعد شهر ونص جه واعترف بان المسيح هو ابن الله وان المسيح هو المخلص وانضم لل... للمسيحيه. انا احب اسمع منه لو عندك اتصال بيه يحب يحكي لنا الاختبار ده حصل معاه ازاي لكن شكرا من اجل مشاركتك والرب يباركك اخي ابراهيم ناخد مكالمه سريعه من الاخ جورج من كندا اتفضل. سلام الرب يسوع اخي صموئيل واخي المحبب الف... الفاضل الكريم الكارز اخي الدكتور حليم حصبر. حليم اهلا <applause> حليم حسن الله اخي الشيخ صامويل عندما ناقش المسلم كيف تناقش المسلم يا اخي صامويل اذا كان عقله قد قد اخذ مثل ما يقول الموضوع بحتفيه كامله يعني انه انه مصمم في عقله كامل انه لما تيجي تناقشه يقول لك خلص يا اخي الانجيل محرف كيف محرف من اين اتني بالانجيل الحقيقي ما صرت انا هدول ما عاد ناقشت فينا ابدا انا باجي اناقش بالانجيل مثال اعطيك مثال بسيط اقول له مثلا في 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 القران يقول يدعو المؤمنين به ان يعني يردوا الاساءه بالاساءه فهو يقول النفس بالنفس, بالنفس بالمائده 45 والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن اما الكتاب المقدس يقول احبوا اعداءكم اعداءكم بارئون لاعينكم احسنوا الى في متى اربع خمسه، بعدين اله الكتاب المقدس خمس. يقول لا تحلف في البته بينما يقول نبي الاسلام من يحلف فليحلف بالله عن في في صحيح مسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، بعدين بالنسبه بالنسبه للرجال والنساء يقول يقول اله القران يدعو الرجال ان يهجروا نسائهم في الفراش ويضربوهن اذا استدعى الامر بينما يدعو اله الكلام المقدس يحب نسائهم واللاتي مثل النساء 4 34 وتقول واللاتي واللاتي تخافون نشوزهن فعوضهن واهجروهن في المضاجع واضربهن فان لطعنكم فلا تدعوا عليهم عليهن سبيلا ان الله كان عليها كبيرا بعدين في أوفيسس 5 25 يقول أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه إلى أجلها بعدين في في كلوسي 3 19 يقول أيها الرجال أحب نساءكم لا تكونوا قساة عليهن بعدين يحدثنا القرآن عن جنة عن جنة يتزوج فيها الرجل بخمسين حرية في الطور آه في الطور 52 متكئين على سرر مصفوفة وزوجاتهما بحور عين بعدين في الطور 52 24 ويطوف عليهم من الغلمان والى ما شابه بعدين يقول في النساء 4 34 يقول في اله القران يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنا وثلاث ورباع اما 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 في متى 19 يقول فاجاب وقال لهم ما اما قراتم الذي خلق منذ البدء خلاص ذكرا وانت وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا انا عندي يمكن شكرا شكرا اخي جورج انا انا, أنا, أنا بقى واضح ان انت بتعمل مقارنه او يعني بتوضح الفرق ما بين ما جاء في القران وما جاء في الانجيل وده موضوع كويس لو انت يعني اشتغلت عليه حلو ان احنا نستضيفك عبر الهاتف ونسمع منك بالتفصيل لكن الفكره الاساسيه انا عايز اقول عندي مشكله بتهدد سلام العالم اسمها الارهاب الاسلامي ايه الحل انا مش شايف اي حل لا سياسي ولا عسكري ولا اي امكانيه ولا تغيير الخطاب الديني مع احترام اللي بيطالبوا بكده لكن عندي حل اقرا الانجيل اي مسلم يقرا الانجيل حتى لو ما امنش ايمان كامل هيفهم ان الله بيحب كل الناس ان الله بيخلينا نتعلم نقبل بعضينا البعض ونتعاون مع بعض ونشجع بعض فهيغير تفكيره اللي هو فيه كراهيه للاخر واللي فيه بيفتكر نفسه ان هو اعظم من بقيه الناس ويبتدي يكون في نوع من الحل لمشكله رهيبه جدا هتتفاقم مش هتقل يعني اه قضوا على داعش في الموصل وبيحاربوا في الرقه وامريكا وروسيا متفقين على محاربه الارهاب وامريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي متفقين على محاربه الارهاب مش هينتهي مش هيقدروا على الارهاب مش ان هم مش اقوياء لا اقوياء جدا بس دي افكار انتشرت واخطرها ان هي ماشيه بسلطه من الله ده ربنا بيقول كده وشيوخ الاسلام بيولعوا فيها اه ده, ده الجهاد وال اسمها ايه اعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل طب مش هنخلص طب ايه الحل الحل ان هم يقروا التوراة والانجيل الحل ان هم يعرفوا ماذا قال الله الحقيقي في علاقته مع الانسان ورغبة ان الانسان يعيش مع الله بطريقة انا صعبان عليا بكل امانة من زمان يعني خمس مرات المسلم يقوم عشان يصلي ويقف ويركع ويسجد عايز ايه عايز ربنا مش توصل لربنا من غير المسيح مش توصل لربنا مش هتعرف ربنا. أنا صعبان عليا إن الناس مشتاقة. في ناس صادقة جدا، القاعدة العديدة من المسلمين صادقين جدا، رغبة قلوبهم إن هم يعرفوا ربنا. طب إزاي يعرفوا ربنا وهم بعيدين عن المسيح اللي هو أعلى لينا من هو الله، أظهر لينا من هو الله، وضح لينا من هو الله، ورانا الطريق الصحيح إن إحنا نعرف ربنا. عشان كده أنا بقول إقرأ الإنجيل إعرف الإنجيل اسمع ماذا قيل في الانجيل وبعد كده احكم لكن التشويه على الانجيل بكتب غريبه او يقول لك انجيل برنابا انا نفسي يا الاخ جورج ان احنا نخش في الموضوع شويه دكتور حليم لو عندك تعليق على المداخلات او تقولي بعض الحاجات مش هنقدر نقول كل حاجه لان ده مش في موضوع مهم او احنا قلناه عشرات المرات وموجود على الانترنت بس تكتب انجيل برنابة هتسمع ردود كثيره من القنوات المسيحيه، لكن النهارده هنقدم بعض الاخبار او الاقتراحات وانا هبتديها بواحد مسلم، وبعدين حضرتك اقول رايك في, في كل ما جاء في انجيل برنامج. مين المسلم؟ احمد شفيق غربان. طب وليه بستشهد بيه؟ لانه كتب الموسوعه العربيه. يعني راجل مسلم بيكتب حاجات اسلاميه كلها، كل الموسوعه العربيه حاجات اسلاميه. لكن في وسط الموسوعه تحت اسم برنابا انا لو ممكن نشوف الكلام ده على الشاشه كتب كده انه كتاب مزور انجيل برنابا كتاب مزور يرجع الى القرن الرابع عشر الميلادي وفيها الكثير من الاخطاء التاريخيه والجغرافيه مين اللي قال الكلام ده؟ الدكتور احمد شفيق غربال فين؟ في كتاب الموسوعه العربيه لاقيه ازاي؟ اكتب اسم برنابه في الموسوعه العربيه هيطلع لك نفس الكلام أو اتصل بيا الأسبوع الجاي يقول لي أنت بتكذب على الناس. ما إحنا ما عندناش مانع ن... نواجه بعض ونتكلم بصراحة. واحد مسلم بيقول إن إنجيل برنابا ده كتاب مزور يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي وفيه الكثير من الأخطاء التاريخية والجغرافية. دكتور حليم أنا عارف إن عندك معلومات كثيرة عن هذا الكتاب وقريته، قول لي بعض المعلومات الخاطئة في التاريخية والجغرافية. لا هو علشان تذكر كل الاشياء لا يعني حاجه اثنين ثلاثه الجغرافيه يعني والتاريخيه يعني هقول لاحبائنا المشاهدين ممكن ترجعوا للكلام او الكتاب المسيحي الكتب اللي اتكتبت عن انجيل برنابه ومجرد من انكم تقروها تلاقوا مش جغرافيه وتاريخيه لكن جغرافيه وتاريخيه ودينيه و و و وادبيه واخلاقيه وحتى في النظافه البدنيه كل اسف يعني مليان اخطاء لا يعني يليق سوري في التعبير مش تقول لي ايه الاخطاء في انجيل برنابا ايه الصحيح كتاب برنابا اه بلاش انجيل ان انا اقول انجيل طبعًا. لان ما فيهوش خبر صار صح عشان تقول لي ايه الاخطاء في هذا الكتاب انا هسالك سؤال اخر معلش ايه الصح فيه عشان انا اقول لك الخطا صحيح انا مبسوط ان عدد كبير من المسلمين اللي هم ناس يرجع اليهم كمراجع زي الاستاذ عباس محمود عقاد كلهم كتبوا حاجات كثيره عن انجيل برنابة. انا نفسي اقدم حضرتك بعد الافكار دي واسمع تعليقات منك لما نكتب على الشاشه اخطاء قاتله في كتاب برنابا اول واحد بيدعي ان اليهود يؤمنون ان عيد اليوبيل يتكرر كل 100 عام طب ايه المشكله اليهود كانوا يحتفلون باليوبيل كل كام سنه 50 سنه وموجود في التوراه يعني مش من عندنا يا. مش بنألف وبعدين حتى عهد المسيح طب ايه اللي خلى اليوبيل يتغير؟ قال لك في عهد آه البابا بونيفاس الثامن سنه 1300 ميلاديه غير الاحتفال باليوبيل بدل ما 50 سنه بقى كل 100 سنه. وده دليل على ان هذا الكتاب كتب في القرن الرابع عشر للسادس عشر. يعني اذا ده مش من مش, مش تقريب مننا ده ده دليل مادي. ده ده دليل مادي. طيب واحد تاني. بيذكر كتاب انجيل برنابة ان النبيذ يخزن في براميل خشبية طب المشكلة هذا الاستخدام لم يكن موجودا في عهد المسيح كانوا بيعملوا ايه كان بيعملوا قربة جلد حضرتك يعني. عارف كان بيجيبوا قرب جلد ويملوها لكن جه الكتاب وقال ان كانوا بيخزنوا النبيذ في براميل خشبية وده الاستخدام تم برضه في القرن الرابع عشر الثالث عشر واحد ثالث والناس بتقرا ما هم يعني المثقفين بيقروا كل حاجه بيقول لك كده وجدت مقاطع من قصيده الجحيم تعرف كتاب دانتي دانتي أه. واخد بالك الكوميديا الالهيه كتب فيه عن الجنه وعن الجحيم لأنه هو اخذ في كتابه من آه. كتب كتير نص منه موجود في آه كتاب برنابه وطبعا كتاب دانتي كتب في القرن الخامس عشر ميلادي يعني اذا ما لناش ان احنا نتكلم في حاجات زي كده طيب أكتر من كده بقى إيه؟ إحنا بنقول في الكتاب عندنا إن السماوات سبعة لما بوليس قال أنا طلعت السماء السماء الثالثة السماء الثالثة الأول والثانية والثالثة لكن القرآن بيقول السماوات سبعة طب برنابا زود عليهم وقال السماوات تسعة وعاشرها كمان الجنة طيب مين بقى الصح بقى؟ مم. هل إنجيل برنابا ولا القرآن؟ يعني إنت لو تمسكتوا بإنجيل برنابا هتعملوا مشكلة كبيرة أوي لنفسيكم أول والقرآن من أساطير مش جابها من اساطير، لكن يعني انا يعني بدي امثله سريعه يعني مش بغرض ان احنا نقدم دراسه كامله عن انجيل بن احنا بس بنقول لا يا ما جماعه انا قلت لحضرتك آه. عباره، قلت لك لو ما قبل ما تقول لي ايه الغلط قول لي الصح صحيح يعني... مليان اخطاء صحيح، طب اقول حاجه تانية خمسه مكتوب فيه ان الناصره والجليل ميناءان على البحر ما حصلش <applause> اكيد انت رحت لي فلسطين وشفت الاماكن دي ما شيء الاثنين لا يوجد على البحر نهائيا الناصره في الشمال وعلى السهل وأورشليم في الجبل على جبل يعني, يعني, يعني. مفيش بحر خالص عندهم بعدين تعال بقى للمسلمين نفسهم المؤرخين سجل كل المؤرخين المسلمين الذين عاشوا لغايه سنه 790 ميلادي يعني القرن الهجري الثامن يعني ال14 ميلادي يعني اخر القرن 14 قالوا ايه؟ كل المؤرخين المسلمين قالوا انجيل المسيحيين هو المكتوب بواسطه متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ارجع لمروج الذهب لابن الحسن المسعودي جزء واحد وصاد 161 او ارجع لكتاب البدايه والنهايه للامام عماد الدين جزء 2 صفحه 100 وغيرهم من كتب المؤرخين المسلمين ده يدل على ايه؟ إن الإنجيل المزيف المنسوب إلى برنابة لم يكن موجودا لغاية القرن ال14 وإلا كانوا أول ناس استشهدوا بيه أو جابوا سيرته أو أي حاجة هم الكتاب المسلمين والمؤرخين المسلمين والمفسرين القرآن زي ابن كثير وغيره ما جابوش سيرة الكتاب ده خالص إطلاقا يعني حاجة سبعة زي ما أنا بحب الراجل ده وبحترمه عباس محمود العقاد وقريت له كتب كثيرة كتب إيه؟ في كتاب عبقرية المسيح صفحة 126 وفي جريدة الأخبار أنا فاكر الصفحة دي مع أني كنت صغير الصفحة الأخيرة من جريدة الأخبار كتب تحت عنوان إنجيل برنابة إنجيل مزيف لا يقبله المسلمون ولا يقبله المسيحيون طبعا أنا لفت نظري برغم أني كنت صغير يعني لكن لفت نظري جدا فعليت المقالة وما زلت متذكر حتى الصفحة اللي كتب فيها في الأخبار كتب يقول إيه ان العمده الوحيده يعني بنعتمد عليها التي تعتمد عليه قوم هم اقرب الناس الى عصر المسيح هي الاناجيل اربعه متى مرقس ولوقا يوحنا وان الانجيل المنسوب الى برنابه هو كتاب مزيف لا يقبله المسلمون كما لا يقبله المسيحيون لا شهاده طبعًا. راجل اديب عربي مسلم مشهور معروف وموجوده في كتبه يعني روح دوروا عليها في كتبه مخلص في بحثه نعم الاكثر بقى أشوف الاخطاء الاكثر من كده كتاب بن استخدم الرطل كوحده للوزن يعني فقال ايه عندما قال نيقديموس وضع مئة رطل من العطور واو فايه الرطل ده؟ الرطل ده وحده وزن استخدمت اول مره في عصر العثمانيين واللي هم نقلوه لبقيه البلاد العربيه امتى؟ بعد 1516 و 1517 لما دخلوا مصر جابوا معاهم الرطل وابتدى يبقى معروف الرطل كوحده وزن قبل كده ما كانش فيه طب هو لما بيستخدم الرطل يبقى اذا برضو اتكتب بعد القرن ال15 كتاب برنابه ذكر ان المسيح اخذ تلاميذه الى جبل سيناء. ولا حصل. <applause> حضرتك عارف المسافة الكبيرة أوي بين يا. فلسطين وسيناء. هو بعيد جدا سيتو. عن أورشليم، الحقيقة أخذهم فين؟ جبل الزيتون. جبل الزيتو. الإنجيل بيقول كده، الكتب كلها بتقول كده، إلا إنجيل برنابي بيقول لك راح أخذهم في جبل سيناء، لخبط بين موسى وبين المسيح. آخر حاجة عشان تحفة شوية ونخلص منها وبعدين أسمع ليه حضرتك بتؤمن بالإنجيل والتوراة والمزامير وإن هذا الكتاب صحيح؟ هل كده لأنك أنت مسيحي متعصب؟ ولا في ادله وبراهين تخليك تقول ان هذا الكتاب صحيح خليني بس اقول اخر حاجه في انجيل بتنبا وما نجيبش تاني يا ريت ما نسمعش منهم مره تاني اخر حاجه وليس اخر حاجه وليس اخر حاجه, حاجة, حاجة صحيح. صحيح بيقول لك ان الله مكتوب كده في الما... كده ان الله قال لملائكه الشيطان الله بيقول توبوا واعترفوا بانني انا الله خالقكم هو <applause> <applause> الله بيقولهم كده اجابوا شوفوا البجاحه اننا نتوب عن السجود لك بيقولوا ربنا كده لأنك غير عادل ولكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا يعني بالذمة ده كتاب بيتكلم عن ربنا ولا بيتكلم عن الشيطان هو أنا عاوز أقول حاجة بناء على الكلام اللي قريته لكن أضف شيء أنا لما هقرأ كتاب وأصادق عليه أصادق على كل ما هو مكتوب فيه يعني أنا لما بقول الكتاب المقدس كتاب الله ما أقدرش أن أنا لا أصادق على صفحة أو آية أو نقطة أو تعبير كونه أصادق على كتاب وأؤمن به فأنا لابد أن أؤمن بكل حرف وكلمة موجودة فيه وده شيء مهم أنا عاوز أقول للي هم بيقولوا أن كتاب برنابة هو الإنجيل الصحيح أنا أحكي قصة بسيطة ذكرها برنابة إذا توافقت مع كافة الديانات يبقى نقبله لكن إذا اعترضنا يبقى إذا نعترض على الكل يا إما نقبل الكل يا إما نعترض على الكل لما كتب في فصل من الفصول عن خلق الانسان نعم قال لك ايه؟ ايوه <applause> قال لك ان الله جهز كتله الطين ال 25 مش عارف ألف ولا مليون سنه مش سبق. سبق عشان تختمر عشان تختمر أي. ولما ادرك الشيطان ان الله يخلق من هذه الطين الانسان بصق عليها فراح جبرائيل بسرعه اخذ شلع. البصقه حتى لا تتنجس فصارت السره يعني, يعني السره يعني اللي جوانا دي, دي من هي ال... اساسا بسقط الشيطان على كتله الطين وجبرائيل اللي حقها بسرعه يعني انا عاوز اعرف اذا عاوز يقبل انجيل برنابا يصادق على هذا الكلام خرافات يعني لا مش كده وبس ده راح يخلق الانسان فجات الخيول تتطربق فيها وتتنطط عليها فراح ربنا خلق من كتله الطين كلاب فالكلاب هوهوت ولما هوهوت طارت طار الخيل وبعد كده الله ابتدى ياخد قول لي يعني انا عاوز تخليني اقبل كتاب زي ده حاجه ثانيه انا اقول حاجه بسيطه زي ما انت قلت مفيش داعي نضيع الوقت بس لازم هقول حاجه ثانيه انا اعرف ان الايمان يعلم النظافه وعلى قد ما الايمان ينظف القلب على قد ما ينظف البدن الخارجي كمان يعني الله يحبنا نكون نظاف داخليا وخارجيا السيد كاتب هذا الكتاب المزور قال لك ايه بقى اسمع العباره دي قال لك من وجدت في جسد على جسده قمله حبا في الله صارت له لؤلؤه في تاجي في الجنه يا حبيبي انا عاوز اعرف اي اله ده اللي بيشجع على اننا نتشخ قولها قولها عشان والامل <applause> وجد على جسدي ايه؟ من وجد على جسده قمله حبا في الله صارت له لؤلؤه في تاجي هو انا احب ربنا اتملي امل يعني عاوز اعرف صدقني لا يقبله اليهودي ولا يقبله المسيحي ولا يقبله المسلم سواء قصه الخلق او الامل اللي اتكلم عنه ده اي اي كتاب هقول لك على حاجه أنا أعرف إن في مجنون كرة الجداريين في الكتاب المقدس كان عليه شياطين اللي اللي الرب سأله قالوا ما اسمك؟ قالوا لاجئون الكاتب اللي كتب هذا الكتاب المزور قال لك عدد الشياطين 6666 جابهم منين؟ عاوز افهم انا. لا ذكرهم متى ولا ذكرهم مرقص ولا ذكرهم لؤة جابهم منين الاعداد دي 6666 شيطان. قس على ذلك عدد الانبياء ألف نبي. جاب منين العدد ده؟ جاب منين العدد؟ ما الانبياء معدودين ومعروفين. ألف جاب لك اعداد للملائكه مش عارف ايه ده يعني انا بتخيل ان هذا البني ادم اللي كتب هذا الكتاب شخصيه اسطوريه قاعد يتخيل وكما يمليه عقله وساعده الشيطان على ذلك كتب وعلشان التزوير يستمر فما يقدرش يقول متى ولا يقدر يقول مرقس ولا يقدر يقول لوقا ولا يقدر يقول يوحنا ولا يقدر يقول بولس ولا يقدر يقول بطرس ليه لان دول مكتوبين هنا اهو في الكتاب الصحيح فما لقيش حد يكتبه فقال لك نكتبها باسم برنابة بقى فكتبها خلاص. باسم برنابة وكتبها في القرن السادس عشر وباللغات التي لم يكتب بها الكتاب المقدس الإيطالية يعني احنا عارفين ان الكتاب المقدس كتب يا بالعبري في العهد القديم يا اليوناني نعم. زائد بعض الأشياء كتبت بالسرياني أو بالأرامي لكن هذا الكتاب كتب أي لغة وتوجد إمتى واين هو من اساسه يعني زي ما قريت حضرتك المسلمين المعتدلين لم يصادق عليه نهائيا ولا يعتبروه من كتب الله اليهود نفسهم دول استثنيهم لانهم لا يسمعون عنه نهائيا نحن المؤمنين والمسيحيين على وجه اكمل لا نؤمن بهذه الشخصيه الاسطوريه وهو معروف اسمه اللي كتب هذا الكتاب بس انا مش عايز اقوله على الهوا دي شخصيه كانت يهودية أساسا واتجهت اتجاهات أخرى وكتب كتاب للتزوير وعلشان يبقى ضد الكتاب ده ضد الإنجيل ده ضد الإنجيل ده, ده ده الشخص ده الكتاب المزور شكتك كيف أستند على أشياء وهمية ولا يوجد فيها شيء صح عشان كده أنا بقول لحضرتك مرة تاني قبل أن تسألنا عن الأخطاء قل لي ما هو الصح بس ده سؤال حلو بس أنا كمان عايز أقول لحضرتك فيديو صغير عن واحد من الباحثين الاجانب اتكلم عن انجيل برنابا مش هنقدر ناخد منه غير دقيقتين يعني وهو بيتكلم عن ازاي انجيل برنابا انجيل مزيف ولا يحق ان احنا ننظر اليه بالمال وانا بنفسي تكون دي اخر مره نتكلم عن هذا الموضوع وانا بطالب القنوات الاسلاميه توقفوا عن اذاعه او اعلان عن هذا الانجيل اللي هو غير مقبول لدى الجميع وإلا سنستمر في فتح كل ما تقدموه للمسلمين أو المسيحيين خلينا نسمع الفيديو الأخير ده which they claim is the original Indio of Jesus. However, scholars are in agreement that this document was written in southern Europe in the Middle Age, even as many Muslim scholars admit. Whilst there are hundreds of early manuscripts of the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John, The Gospel of Barnabas didn't appear until 1,500 years after Jesus. A popular Muslim scholar in the West, Cyril Glasse, has concluded as follows As regards the Gospel of Barnabas itself, there is no question that it is a medieval forgery. Despite the overwhelming evidence against the authenticity of this text, a few critics of the Injil. Still try to use it to undermine the Bible. Some people refer to the Gospel of Barnabas as if it were an ancient document written around the time of Jesus' life. However, it simply isn't the case. It has unmistakable marks of 16th century authorship, and scholars unanimously agree that the Gospel of Barnabas is not a real Gospel from ancient times around Jesus' life. We know this because of countless anachronistic mentions within the Gospel. For example, the Jubilee is is given as having happened every 100 years, according to this gospel. But during the time of Jesus, the Jubilee happened every 50 years, and no Jew would ever accidentally say that it happened every hundred years. Well, why did the author of the Gospel of Barnabas say it happened every hundred years? Well, in medieval times there was a Pope who reinstated the Jubilee. And when he did so, he did it at an interval of hundred years. So clearly, this gospel was written after that Pope had done that. In addition, The Gospel of Barnabas refers to wine being stored in wooden casks, whereas this didn't happen in Jesus' time. This was a practice that started occurring during medieval times. يعني ممكن نرجع للفيديو ده ونشوفه بنفسنا الباقي كله بيتكلم بأدلة، بيقول لك العلماء الباحثين اللي درسوا هذه المخطوطة أو هذا الكتاب، قالوا إن ده غير مقبول على الإطلاق. يا دكتور خلينا نخش في حاجات مهمة عشان نخلي المشاهدين كانوا مسيحيين او مسلمين يستفيدوا من هذا اللقاء مش بس مجرد نقد لوضع غلط وكنا تحذير اي حاجه هتقولها قنوات الإسلامية تخص الانجيل هنرد عليها بطريقه واضحه وبأدله ودراسات اكاديميه واثريه وعلميه قبل ما تكون حاجات دينيه. حضرتك بتؤمن ان الكتاب المقدس 66 كتاب هو كتاب الله. نعم. ليه؟ هل بلعت هل من وانت صغير تعلمت كده وخلاص ولا مع دراساتك وقراءاتك وتعليمك للناس بكلمة الله اكتشفت ان هو ده كلام الله اللي يجب ان احنا ندرسه ونحفظه ونفهمه عشان ده هو الطريق اللي يغير حياتنا زي ما مكتوب في مزمور 119 وعدد 105 سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي لو عايز يمشي في النور لو عايز يمشي صح اعرف كلمة الله بتقول لك ايه في كتاب الله اتفضل رغم ان انا اتولدت في اسرة يعني انشأت في قرية من احدى القرى في مصر لكن ابويا علمنا او ترك لنا مطلق الحرية ان اختار كيف ما شئت ما كانش الشخص يعني انا اتولدت مسيحي يبقى انت لازم تبقى كده يا سلام. ما فيش عنده كده لا كان متفتح جدا وللغايه وكان دايما يقول لي اقرا وابحث واللي انت ترتاح له تقدر تتبعه طب ده اول مره اسمع الحاجات حلوه ما انا قصدت ان انا اذكر هذا الشيء لان الرب حطه قدامي دلوقتي علشان بس ما, ما تتخذش الامور على اساس ان انا اتولدت بيئه مسيحيه يبقى انا لازم اطلع انت غصب عنك يعني غصب عني ابا مسيحي لا لا اطلاقا احنا بالعكس احنا البيت بتاعنا قصادنا على طول بيت الشيخ الاسلام يعني بيتنا احنا بابا بيوعظ في الكنيسه مع انه هو مزارع يزرع اراضي والبيت اللي قصادنا شيخ الاسلام لكن كنا في حب وود ملهوش مثيل الاحترام الادب والاخلاق اللي ما يخطرش على بال انسان فده يخليك انت نفسك تبتدي تفكر في هذا وتفكر في ذا عشان كده لما ابتديت ابحث وخاصه بعد ما ابتديت افهم الامور على وضعها الطبيعي كل ما الانسان يتقدم في الايام يعني من الطفوله الى الصبيه ثم الى الشباب كل ما تبتدي الامور تتفتح ويتولد فينا كمان الاشواق علشان الواحد يختبر كل شيء في الحياه وخاصه كشباب بس كل ما الواحد يختبر اشياء في العالم والشهوات والاشياء دي كل ما يحس ان الفراغ بيزيد جواه ويعطش اكتر واكتر واكتر ما كنتش لسه عارف الايه اللي قالها الرب يسوع كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا مش باين لها حل ولا حد كل ما الواحد يجري اتجاه خطيه او شهوه تزداد فكانت النصيحه من بابا اقرا الكتاب اقرا الانجيل انا احب القراءه اقرا الانجيل فما كان علي ان أقرأ الانجيل على اساس كتاب بغض النظر كتاب الله او مش كتاب الله لكن انا حبيت ان أقرأ في الكتاب اتاري كل ما انا اقرا في الانجيل لان العهد القديم صعب علي كشاب صغير في 16 من عمري في اشياء تحتاج الى توضيح وتفسير وما ادعيش الذكاء والشطاره ان انا بفهم كل حاجه لكن على الاقل العهد الجديد سهل علي فابتديت اقرا في العهد الجديد الشيء الغريب ان هذا الكلام اللي كنت بقراه كان يتلامس تلامس حقيقي مع قلبي مع حياتي مش مجرد كلام اسطوري انا بقراه مش مجرد كلام يتقال ويتردد ويتكرر وادافع عنه مذاكره احفظه وامتحن فيه وانجح او ارسب لا الشيء الغريب كل ما اقرا اشتاق اقرا اكتر كل ما اقرا اكتر حياتي تتغير اكتر انا النقطه دي في غايه الاهميه وعجباني بس انت ابتديت بيها بسرعه يعني كنت فاكر هتاجلها لنا شويه ان اكتر حاجه مهمه للانجيل ان هو بيلمس روحي نعم انا بس استاذنك ان صديقي ايمن انا ما بحبش اقوله لا وبحب اسمع رايه خصوصا احنا بنتكلم في موضوع يخص المسلمين اخي ايمن اهلا بك معانا في هذا اللقاء اهلا مساء الخير سلام ونعمه لكم سلام ونعمه ليك هل سمعت عن موضوع الانجيل بتاع تركيا ده اللي عاملين عليه دوشه كل شويه اه انجيل برنامج سمعت فيه طبعا طب ايه رايك كمسلم هل كل شويه يقولوا لنا الموضوع ده كان هم اكتشفوا حاجه كبيره قوي 2012 عمل نفس الحكايه سنه أنا 2000 عمل نفس الحكايه اتفضل انا شخصيا مش مؤمن به نهائيا ولكن اعتقد ان المسلمين هم عايزين يقولوا للمسيحيين انه هاي في نبوه عن عن محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما يؤكد ما قاله القران انكم تخفون بعض الكتاب فهناك من الناس من القران ومن التلاميذ المسيح اظهر بعض الايات التي اخفيتوها من الكتاب ولذلك في ايه القران تقول يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير فاعتقد المسلمين من هذه الشغله يعني هم يعني مؤمنين بشيء والباقي كله مش مؤمنين بالنهاية انا قرات <applause> بعض انجيل برنامج وجدت انتم بعض اللقطات المقاطع هذا كله كلام ما يعني انا شخصيا مش مؤمن بيه اشكرك بس انا كمان عايز اخش في الموضوع الثاني لما القران بيقول ان انتوا عندكم اسم احمد مكتوب في الانجيل طب انا ذنبي ايه دورنا عليه في الانجيل ما لقيناهوش دورنا عليه في الكتب القديمه ما لقيناهاش دورنا عليه في علم الاثار ما لقيناهوش دورنا عليه في اي كتاب عبر التاريخ ما فيش طب ده اتهام انا ذنبي فيه انت بتتهمني وبتقول لي لا لا انت اللي غلطان 100% طب ليه كده هل لا ده, ده اتجاه صحيح يا اخ ايمن ان الواحد يفكر صمي. بعقله؟ يا شيخ يا شيخ اتمنى ان لا تظلموا المسلمين، المسلمين يعتمدون عندما يقولون التحريف او التزوير او هذا كله هذا نافع موجود في القران، المسلمين لا يتهمونكم بل على القران هو الايات التي في هي دي المشكله الكبيره ده اللي بيخليني لما اقول يا جماعه آه يعني ما تزعلوش مني هو هذا ايمانه هذا عقيدته ده انا ده 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 انا بقوله ليه؟ انا مره قلت ان انا بكتب حاجات نقط واضحه اللي هي بتثبت لي ان القران 100% مش كلام ربنا فالناس بتزعل مني بقول يا جماعة أنا بقول بصدق من ضمنها هذه الآية اللي موجودة في سورة الصف وعدد ستة ده دليل إن القرآن غلط 100% ومش من عند ربنا ده بيتهمني مباشرة بيقول ايه؟ أو حتى نقدر نشوفها. قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومبشرا بنبيا يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر. يا أصدقاء المسلمين المحترمين. انا عندي سؤال هل بلاش في الانجيل ولا في الكتب دي هل في كتب موجوده من القرن الاول الميلادي وهل في اي دليل اثري حته صغيره كده احنا عندنا أربعة وعشرين ألف مخطوطة موجودة عندنا هل فيهم واحدة؟ هل لما لقوا اكتشافات وادي قمران سنة 1947 وطلعوها من جوة الأرض من باطن الجبل من الحاجات الفخاريه كانت موجوده فيها لقوا ان في حاجه اسمها اسمه احمد طب يا جماعه بتتهموني ليه؟ انا بالعكس بقول سوره الصف سته اكبر دليل على ان القران ده مش بتاع ربنا. ربنا ما يقولش كده ليه يا اخي أقولك انا هقول لك انا هسمعك بس يا اخي ايمن لو ربنا قال كده كان قال عشر مرات وكان المسيح قال 100% واحنا ما هنخبيها ليه؟ لو كان المسيح قالها نعم يا راجل أفير. يا طيب نعم. يا راجل يا مش انت اللي بتخبي ولا ضيفك الكريم هذا الكلام بيتكلم عن من الاف السنين ان الكهان وعلمائكم هم الأمم الذين حرفوا واقفوا نبوة محمد طيب من, من فضلك يا أخي ايمن انت وعن. راجل دلوقتي عاقل وبتناقشني بطريقه عاقله يا أخي ايمن م... انت بتؤمن بعلم الاثار علم الاثار ما بيحس يمين او شمال مش كده؟ مش كنا لقينا اي مخطوطه بتقول الكلام ده مش كنا لقينا اي دليل مادي يقول الكلام ده مش كنا عرفنا ان اي حد جاب سيره الموضوع ده قبل كده في كتب اخرى خارج الانجيل طيب كل الكتب الموجوده في العالم العربي كله من زمان من قبل القرن الاول ومن بعد القرن الاول لحد القرن الواحد وعشرين اديني اي دليل مادي يقول حاجه زي كده انت بتتهمني ده اتهام مباشر وده دليل ان هذا الكتاب القرآن مش من عند ربنا، سورة الصف ستة بتثبت ان هذا الكتاب مش من عند ربنا، لأنك أنت بتقول لي حاجة بتقول إن ربنا هو اللي قال عليها والمسيح هو اللي قالها ولا دليل ليها ولا وجود ليها. لحد إمتى هنصدق ونقول إن ده كتاب ربنا؟ إيه رأيك؟ هو شوف يعني بالنسبة للمسلم ده عشان أنا مسلم يعني مع انه انت بتتساءل في بدايه الحلقه على ما اعتقد لماذا المسلمين يكرهون الانجيل؟ بصراحه ما ينفعش تكره الانجيل لانه هو عنده بيقول في القران ان القران هو مصدقا لما جاء يعني من 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 بعد حسب الايه يعني او حين يعني أو ما, ما فيش ايات في القران بتقول للمسلم لازم تؤمن بكل الكتب وكل الانبياء وكل الرسل؟ اه لا في ايات بس بيقول له واخيرا والذي او اوحينا اليك من الكتاب هو الحق يعني هو القرآن يعني انت عليك تلغي اللي اللي ما هو محرم ما تكرهوش عشان ايش؟ يعني الله ابطله حسب العقيده الاسلاميه فهذه الشرائع التمويه السابقه من ايام نوح وهذا كله القران ابطلهم ولا يبقى الا القران يعني هي هي هذه هذا موجود في القضاء بس هي دي دي المشكله دي المشكله الكبيره بالنسبه للمسيحي بالنسبه للمسيحي ما ينفعش يؤمن بمحمد انا حسب ما انا اشكركم لان انا بحب اتابع قنوات المسيحيه بالنسبه للمسيحي انا كمان بعذره لانه هو ما ينفعش يؤمن بمحمد عنده الله هو المسيح وعنده عنده قصه الخلاص خليني اسالك سؤال منطقي يا اخ ايمن انا بحترمك وليك مكانه في قلبي وفي هذا البرنامج انك انت بتعبر عن فكر المسلم انا بسالك سؤال عام المسيح جه هو نور لينا من الله هو ابن الله هو كلمه الله وهو اللي جه بالبشاره الاخيره ان يا جماعه الله يحبكم وانا جاي عشان اموت من اجلكم عشان اغفر خطاياكم وتتحل مشكله الانسان مع الله يبقى في وسيله للغفران على حساب ما فعل المسيح على الصليب من اجلنا ماذا جاء القران به أو محمد به ده رجعونا 3000 سنة لورا. إيه رأيك؟ حسب عقيدتك حسب عقيدتك قصة خلاص من انساه صلاحها انا هتتفق معك ما ينفعش واحد يجي بعديها نبي لأنه يا يعني إما تؤمن بمحمد يا إما تؤمن بالمسيح. بالمسيح هو يعني خلاص بالذات ما أنا بقول لك ما ينفعش يجي بعديها نبي يدعي هو حسب يعني عقيدتك. ما تنفعش تؤمن بمحمد انت اصلا لان تنسى العقيده المسيحيه يا يعني اما تؤمن بي تكفر بالمسيح تؤمن بالمسيح تكفر محمد شوفوا حل انا اللي عايز اقوله بصراحه كده من خلال قراءتي للقران الكتاب المقدس يعني يمكن خمس سنين في الحاله هذه انا مش مؤمن يعني 90% من كل ما جاء الا بشغله واحده انا مقتنع شخصيا وانا حر بها انا مؤمن ان هذا الاله ممكن ان يكون فعلا ظهر بالسيد المسيح وعاد الى وضعه الطبيعي بعد ما كان دائما معجزات والى اخره وقصه الخلاص هذه إلى موضوع اخر لانه لها علاقه يعني ما احترام ما مني إلى علاقه بالوثنيات اما الله هل ظهر بالمسيح انا لدي ايمان 99% ان يكون فعلا قد ظهر في المسيح وعاد الى وضعه الطبيعي ولم يولد كما تقول كما يقول الانجيل تجسد في سن الثاني عشر وبعدها عند الصليب تركه ولهذا ولهذا قال الهي الهي لماذا تركتني وهذه يجب ان تعترفوا بها انها سببت لكم موقف يعني فيها إحراج لم تستطيعوا طيب انا اشرح لك اشرح لك النقطه دي بس عندي سؤال اخير ليك قبل ما نسمع الدكتور حليم هل قرات الانجيل اخي ايمن؟ قرات يعني مش مش قص ولا حاجه لكن قرات كقارئ عادي طيب انا نفسي نفسي تاخد نسخه من الانجيل من اي مكان عندك في فرنسا واقرا مثلا انجيل لوقا او انجيل أو اي انجيل منهم كله على بعضه والاسبوع الجاي اسمع منك ايه اللي ما عجبكش اثناء قراءه الانجيل ممكن توعدني أنا أوعدك طبعاً أعطيك أنا أعطيك وعد أقول لك ما عجبنيش في 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 أقول لي إيه, إيه اللي ما يعجبكش؟ بس إقراه إيه إيه كله من أوله لآخره، يعني إقراه إيه يعني هو دلوقتي هديك واحد منهم بس، متى أو مرقص أو لؤى أو يوحنا، إقرا إيه واحد منهم هياخد معاك يمكن نص ساعة، ساعة، ساعتين بالكتير لو أنت هتقرا على مالك شوية، إقراه إيه كله وأنت اكتب بعض الملاحظات، وقول لي إيه الحاجة اللي أنت حسيتني دي. يعني صعبة أو ما تتفهمش أو مش معقولة تكون من عند ربنا ممكن؟ أنا أنا ما قلتش إنه مش من عند ربنا عشان هيك أنا ما ما تقولنيش بمعنى ما أقوله أنا مو أقول لك في تناقضات أه في تناقضات أنت عليها ممكن طيب اكتب لي اكتب لي, اكتب لي التناقضات يا دي ما اكتب لي التناقضات دي وبس اعمل مداخلة بدري عشان الوقت قرب يخلص يعني يا ريت تكون بات بدري بات شوية بات بات وناخد وقت مع بعضينا بس قول ان انت خلصت انجيل الفلاني من اوله لاخره وعندك ملاحظه او اثنين او ثلاثه ماشي؟ شكرا اخي ايمن واهلا بيك في اي وقت. انا متاسف الوقت قرب يخلص لكن برضه السؤال الاساسي حتى كمان تساعد اخونا ايمن. ليه بتؤمن ان هذا الكتاب كتاب الله؟ الوالد قال لك خد حريتك ابتديت تقرا من وهو صغير ابتدى يلمس روحك مش بس عقلك. ايه كمان؟ طبعا كان ليه تلامس حقيقي معايا بدليل انه كل ما انا ازداد في القراءه احس ان انا بقرب من شخص مش بقرب من كتاب. لا. يعني صاحب الكتاب نفسه كل ما اقراه بحس ان انا بقترب منه. هذا نتج منه تغيير فعلي لحياتي من الى. ودي قوه تاثير الكتاب المقدس او قوه تاثير الكلمه على حياه قارئها. اكتشفت بعد كده اني اختبار الشخصي مع الكتاب هو اختبار كل الذين قرأوا الانجيل. إني لقوة تأثير غير عادية، قابلت مع شخصية ما لهاش علاقة بالمسيحية نهائيا في دولة من الدول، لكن حياته أثرت فيا اللطف القداسة العفاف الابتسامة طريقة الكلام انجذبت لي فبقول له حضرتك أنا عاوز أعرف اختبار حياتك فحكالي الاختبار شبيه بهذا الاختبار اللي أنا قلته قال مع اني انا مليش اي علاقه بالمسيحيه انا ولدت في عائله كذا لكن قرات الانجيل فكان لي قوه تاثير غير حياتي لم انتهي من قراءه الانجيل الا وانتهت علاقتي بالخطيه والشيطان وصرت ابنا لله فمش ممكن ابدا احنا عندنا مؤلفات كتير في المكاتب مش المسيحية في المكتبة العامة نعم بنقرا كتب كل يوم منها الجغرافيا ومنها التاريخ ومنها التربية القومية ومنها الطب والعلوم والمحاسبة ما اجرتش تغيير في الحياة الداخلية غيرت في افكارنا اشياء انا معاك تثقفنا علميا او طبيا انا معاك لكن ما غيرتش الكيان الفاسد اللي جوانا لكن كلمة الله بتغير تغيير غير عادي اسمح لي اقرا ايه من الكتاب المقدس بس اللي في الرسالة إلى العبرانيين وأصحاح أربعة يقول إيه لأن كلمة الله حية ودي من ضمن الأشياء اللي خلتني هقف عندها مرات كتير وأنا بقرا الكتاب المقدس حية ليه إحنا بنقول كلام كتير بنحكي مع بعضنا كتير ونتناقش كتير ما أقدرش أقول ولا كلمة من اللي بنقولها حية لأن الناطق بالكلام مجرد إنسان حي لفترة محدودة لكن الله لانه هو الحي فكلامه لابد ان يكون حي، رقم اثنين حي لانه يحيي الميت زي ما الرب يسوع قال للميت لك اقول قم كلمه الله بتحيي الانسان اللي عايش في موت ومستنقع الخطيه حيه وفعاله فعاله كلمه كيميائيه تعطي نوع من التجاوب او التفاعل الحياه الداخليه الباطنيه مع الله نفسه في الخبايا وفي نفس الوقت تقدم العلاج عشان كده تتفاعل مع ضمائرنا وحياتنا فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وبعدين يقول عنها وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وده الكلام الحلو اللي بيتقال عن كلمة الله وده اللي الواحد اختبره في حياته ده شيء من ضمن الأشياء الكثيرة اللي تخليني هقبل الانجيل واثق في تمام الثقه رقم اثنين ان يعني هذا الكتاب يعني دي ايه ايه من ضمن الايات اللي بتوضح اهميه نعم. كلمه الله ان كلمه الله حيه وفعاله, وفعالة وأمضي من كل, كل سيف حد خارقه طبعا الى هت مفرق النفس هات لي كتاب يخترق مفرق النفس فين طيب. هات لي كتاب يميز افكار القلب ونياته طيب. هات لي كتاب يوصل للمخاخ يعني يكشفني يكشف الكيان والباطن الداخلي في كياني ان لم يكن هذا الكتاب كتاب الله مش ممكن يعمل كده فيا يعني انا مش عايز اقول الاشياء اللي اتذكرت في برامج كتير طريقه كتابته وعدم لا انا مش عايز زياده انا احبك للجانب العملي م. هذا الكتاب غيرني اعجبت من قصه قراتها عن محاضر كان بيدي محاضره في جامعه من الجامعات الامريكيه وقف هو ملحد ومسك الكتاب المقدس وقال اتحدى عايز واحد يقول لي بعباره واحده ان ده كتاب الله ولا طالب قدر يقف في واحد قاعد في الصفوف الخلفيه رفع ايده قال له عندك شيء قال له اه قال له تفضل قال له غيرني قال خلينا نكمل المحاضره حاجه ورح. حاجه عملية. عمليه كلمه واحده غيرني انا عاوز اقول لكل شخص يتكلم ضد الكتاب ودور على الاخطاء مع ان ما فيش اخطاء كن مخلص في بحثك وقراءتك وانت بتفتح الانجيل قول له يا رب فهمني الحقيقه وخلي الانجيل يتلامس مع حياتك وضميرك ما كانش يتغير يبقى فعلا ليك حق تقول ده مش كلام الله صحيح فعشان كده من ضمن الاشياء الجميله الرائعه ان هذا الكتاب غيرني غيرني دي حاجه لو من نقدر نشوفها على الشاشه الايه دي حلوه قوي عشان نقدر نتكلم فيها لان يعني كلمه الله بيتكلم عن يعني كتاب المقدس كله مش كده نعم حيه وفعاله وأمضى من كل سيف يعني اقوى من كل سيف ذو حدين يعني ليها تاثير مزدوج خارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزه افكار القلب ونياته انا مبسوط ان مره حد قال ده يقصد بيها مش بس الكلمه المكتوبه لكن يقصد بيها شخص المسيح نفسه اللي هو بيصل الى دواخل قلب الانسان انا لا استطيع والكبر. ان افصل بين المسيح وكلمته ده رائع ده رايح. يعني م. فاذا تكلمت عن المسيح او كلمه المسيح فسيان نعم. فعشان كده انا قلت حي لانه هو صاحبها حي نعم في كمان حاجه تانية قالها الرسول بولس لتمساوس يقول له كل الكتاب هذه آه موجوده في الشاشه ممكن نشوفها كل الثانيه 3 16 لما يقول كل الكتاب اعتقد ما يقصدش العهد الجديد فقط لكن يقصد ان عادة. من دي شفر دي. التكوين لغايه ما توصل لشفر الرؤية كل الكتاب هو موحى به من الله إعلان من الله نعم الج... الجانب الحلو بقى بعدها على طول يقول ايه نافع نافع م. مش كل مش كل كلام نافع لكن ده نافع نافع لايه للتعليم والتوبيخ وبعدين كمان يقول حاجات تانية بعدها ويخلي الإنسان يعيش في مخافه الله وفي تقوى صحيح. ودي دي حاجه من ضمن الحاجات اللي تعلن ان الكتاب المقدس له قوه تاثير لانه كلام الله المباشر. يخليني افضل يخليني يا. انسان بعيش بطريقه صحيحه. ايه الغرض؟ انا عاوز اعرف ايه الغرض من من كتاب الله؟ ايه الغرض من كتاب الله؟ اعرف الله معرفه صحيحه. رقم واحد، اعرفه معرفه صحيحه، رقم اثنين يبقى هي شركه معه، نعم. وتجانس حقيقي. علاقه معاه. ليه؟ رقم ثلاثه على الأقل يجري تغيير في حياتي من الأسوأ إلى الأفضل الأح... وباستمرار ويوميا ومن الأفضل إلى أكثر أفضل نعم. يعني الكتاب ده بيقول توصل إلى قياس قامت من المسيح, من المسيح. يعني نعم. شخص المسيح يتصور في الحياة وأمثله في حياة على الأرض نعم. زي ما كان بيحب اللي بيقوموه أنا أحب اللي قوموني زي ما كان بيحب اللي عدوه أنا أحب اللي عدوني زي ما صلى لأجل طالبيه صالبيه انا اصلي لاجل الذين يسيئون الي بالبركه والافتقاد الاله يتصور المسيح فيكم من مح. اللي يعمل ده كله كلمه الله مصباح بنور صحيح. قدامي صحيح. الرسول بطرس قال لك إيه وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت كلمه النبويه اي الكلمه التي تكلم بها الانبياء وهي اثبت تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها, إليها. كما الى سراج منير موضوع موضوع احنا محتاجين ننتبه واحنا بنقرا الى هذا الكتاب المقدس الرائع يا اللي... ريت نشوفها دي في بطرس الثانية واحد عشرين واحد وعشرين آية جميلة بتعبر عن كلمة ربنا مين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص بل لأنها لم تأتي نبوة قط من شيء إنسان تكلم أناس الله قدسون مسوقين من الروح القدس. يعني كل الكتاب يكمل بعضه الروح القدس هو اللي اعطاه لكل الناس اللي كتبوا بهدف ان هم يعلمونا عن الله معرفه حقيقيه سليمه. انا مره من المرات وقفت في قراءتي اليوميه قدام مسوقين من الروح القدس. فتذكرت وشخص ثاني غير الانبياء كان برضه يساق. بس ما كانش يساق من الروح القدس. نعم. كان يساق من الشيطان في البراري في يعذب يعني نفسه طيب اللي يساق من الشيطان الشيطان كان بيعمل ايه يدمره بيجرح نفسه مم. عريان يصيح بتاع مشاكل يضرب الاخرين لا يقيم في بيت اولاده ومراته بيخافوا منه يعني شوف كل الصفات الغير لائقه تلاقيها فيه طيب يعني, ما حضرتك اكيد شفت الفيديو اللي الناس قاموا على الدوريه بتاعت البوليس وطلعوا الثلاثه وضربوهم موتوهم ثلاثه راكبين جوه العربيه ومعاهم الراجل اللي بيسوق اربعه ماشيين في امان الله بيادوا دورهم او مسؤوليتهم وثلاثه تانيين يقوموا تخ طخ 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 يموتوهم ليه؟ ما هو ده ابليس بيقول لك قتال من البدء وهو بيستخدم الناس يخليهم قتله كلمه الله الحيه بتخلينا ودعاء بسطاء، لطفاء، محبين، محترمين. لا شوف الفرق اللي يساق من الشيطان بيعمل ايه؟ بيقتل نفسه والاخرين واللي يسوق الروح القدس يكتب لك كتاب شكله ايه؟ نعم كتاب يقول لي تحب عدوك وتطعم المسكين وتاكل اليتيم وتعيش حلو وتقبل الاخر مهما كان مش ممكن الشيطان يقول كلام زي كده يا شيخ صمويل؟ استحاله طبعاً ودي وبعد كده تسالني وتقول لي هل تؤمن او تقبل؟ كيف؟ كيف لا اؤمن بشيء غير حياتي نعم ومصداقيه واضحه في ثناياه فيما هو مكتوب يعجبني تعبير حلو شوف شوف الجمال لما يذكر في المزمور الاول يقول لك ايه طوبى, طوبى للرجل نعم. الذي لم يسلك في مشوره الاشرار لم يسلك في مشورته في طريق وفي ده. طريق الخطاه لم يقف في, في مجلس المستهزئين لم يجلس لكن بص بقى لكوني انا انفصلت وابتعدت عن الشر والحاجات السيئة اللي إبليس بيعملها في البشر ينشأ في داخلي كيان تاني لكن في ناموس الرب في كلمة الله مسرته في كلمة الله يلهج نهاراً وليلاً هتكون النتيجة إيه؟ هذا آه آه من ضمن تأثير كلمة الله حاجة رائعة كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه ورقها لا يزبل كل ما يصنعه ينجح ينجح إذاً هذا الكتاب سر نجاح قريت عن سير قديسين افاضل كنت اسال نفسي ايه سر النجاح في حياتهم لكن لما قريت وجدت اقترابهم من كلمه الله التي قادتهم لتكون لهم علاقه بالله هذا هو سر النجاح ايه رايك في قال المسيح في يوحنا 5 وعدد 39 و40 لو نقدر نشوفها على الشاشه المسيح بيقول كده فتش الكتب يعني ندور على الحاجه اللي تبديك وتفيدك نعم. وانت تكتشف حقيقه ان كل الكتب في العهد القديم والجديد بتتكلم عني فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي تشهد التي دي. تشهد لي ولا تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياه يعني هو عايز المسيح مننا عايز دينا حياه وعايزنا نشوف الكتب بتاعته عشان هي بتشهد عنه فنعرف حقيقه الحياه وهو قال اتيت لتكون لكم حياه وليكون لكم افضل حياه هو عايز يدينا حياه فضله نعيش حياه افضل فالكتاب اللي يخليني زي ما حضرتك تفضلت وقلت بيغير جوايا ده الكتاب الصحيح واللي المفروض اقراه ولما انا بقول لاخويا ايمن او لاي مشاهد النهارده لو عايز تاخد حياه حقيقيه اقرا الكتاب وتعرف على المسيح وشوف تعاليمه هتتغير حياتك هتتغير, هتتغير هتبقى شخص مختلف ميه في الميه بس هو هتوقف قرايه كل يوم اقرا الكتاب اقرا الانجيل اقرا كلمه الله كلمه الله هتساعدك تعرف ربنا انا عايز اقول كلمه بس ان الكتاب المقدس لا ينقل الشخص او الانجيل لا ينقل الشخص من ديانه الى ديانه من دعوه ومن طائفه الى طائفه لكنه يجعل الانسان له علاقه شخصيه بالله وده اروع واهم شيء مش انتسب الى ما يسمى ديانه او طائفه لكنني انا لي علاقه شخصيه بهذا الاله الرائع اعيش وانا مبتسم وفرحان بالعلاقه والشريكه معه. يوجد رجاء لكل من يقرا الانجيل ويوجد خطر على كل من يهمله ولا يقراه. صحيح، المسيح الف واربعة 24 وعدد 27 ثم ابتدا المسيح من موسى ومن جميع الانبياء. نعم نعم. يفسر لهم الامور المختصه به في جميع الكتب. وقال كمان في اعمال عشر الرسول بطرس. هو بيعلن عن شخص المسيح بعد 43 له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به يؤمن بالمسيح ينال باسمه غفران الخطايا غفران الخطايا مش عايزين غير كده عايزين الناس تعيش مغفورة خطاياها وتفرح بربنا وتفرح بعلاقتها مع الآخرين ويعيشوا في محبة وفرح وسلام إيه آخر جملة تقولها للمشاهدين قبل ما نختم لقائنا ابسط عبارة أحب أقولها دايماً: لا تصغي إلى ما يقوله الناس قدر ما تصغي إلى ما يقوله الرب. شكرا. لذلك اقرأ إنجيله وإن لم يعجبك فاتصل به. أشكرك جداً من أجل اختباراتك وقلبك المفتوح، شكراً لمشاركتكم ومتابعتكم وما زلت بشجع وأقول الإنجيل اللي بين إيدينا هو الإنجيل الصحيح، ما تصدقش كل الأكاذيب. لكن لو عايز تجرب بنفسك اقرا بتواضع واطلب من ربنا قول له يا رب عرفني الحق وهو الله بنفسه هيعرفك فين كلامه الصحيح شكرا لكم والى اللقاء في الاسبوع القادم